بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة النهاردة وكالعادة عندنا ملفات كثيرة في غاية من الأهمية هنتكلم فيها مع حضراتكم. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم أنه خلال الفترة الحالية احنا بنرصد من جديد إيه اللي بيحصل في النادي الأهلي عشان نعرف، وإحنا بنتكلم مع حضراتكم متفقين على أن هناك أداء فني غير جيد من بعض اللاعبين اللي حضراتكم عارفينهم بالاسم، وأداء فني غير جيد من بعض أو من الجهاز الفني حتى الآن، اللي هو على الرغم من الجهاز الفني ما لحقش إن هو يلعب مباريات أو ياخد وقت علشان يمرن اللاعبين. ولكن زي ما قلت لحضراتكم يجب أن نضع دائما في الحسبان ما حدث من التحكيم وفقدان 12 نقطة بسبب التحكيم خلال الفترة السابقة. ده أولا. ثانيا لازم برضو نضع أمام حضراتكم، هو احنا ليه بنلعب كل يومين أو كل ثلاث أيام؟ النادي الأهلي ليه بيلعب كل يومين أو ثلاث أيام؟ يجب أن يتم وضع هذه الأمور في الحسبان. طيب تالت حاجة عايزين نتكلم مع حضراتكم فيها النهاردة، وأنا قلت الكلام ده خلال اليومين اللي فاتوا، إنه لما نيجي نتكلم عن الإصابات، إصابات النادي الأهلي، هي اللعيبة اللي اتصابت في النادي الأهلي اتصابت كده ولا اتصابت لأن هناك حالة من الإجهاد العام، حالة من الإجهاد العام زي الإصابة اللي تعرض ليها مثلا أحمد عبد القادر صنع ألعاب الفريق عشان ينضم لطابور الغيابات الطويلة في صفوف المارد الأحمر. عايز أقول لحضراتكم أو هبدأ مع حضراتكم بقائمة المصابين في النادي الأهلي: أكرم توفيق، عمار حمدي، حسين الشحات، محمد شريف، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، محمد عبد المنعم، صلاح محسن، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر. وأمام كل لاعب إيه اللي حصل معاه؟ أحمد عبد القادر مزق في العضلة الضمة، محمد شريف مزق في العضلة الضمة، محمد عبد المنعم شد في العضلة الخلفية، جراحة غضروف الركبة ده حسين الشحات، وعمار وأكرم رباط صليبي احنا عارفين من فترة طويلة. طيب احنا 7 8 9 10 11 لاعب، 11 لاعب موجودين أمام حضراتكم إصابات النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة: أحمد عبد القادر مزق في العضلة الخلفية، صلاح محسن آلام في العضلة الخلفية، طاهر محمد طاهر مزق في العضلة الخلفية، وأحمد نبيل كوكا مزق في العضلة الخلفية، والسولية نفس الكلام، وبيرسي تاو قبل نزوله في اليومين اللي فاتوا كان عنده مزق في العضلة الأمامية. حسين الشحات انتهى الموسم بتاعه بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة، واللاعب أجرى جراحة بقطر، ومن المقرر أن يبدأ برنامجه التأهيلي للتعافي من هذه الجراحة التي تحتاج قرابة الشهرين للتأهيل قبل العودة للتدريبات الجماعية. حسين الشحات أصيب في مباراة بتروجيت في كاس مصر، وهي المباراة الأولى لسواريش مع الفريق. حسين الشحات لعب هذا الموسم 19 مباراة، سجل 4 أهداف وصنع 4 أهداف. عمرو السولية يعاني من تمزق في العضلة الخلفية تعرض له خلال مباراة الأهلي والجونة الأخيرة، ويحتاج إلى فترة لا تقل عن 6 أسابيع للعودة من جديد للملعب، خاصة أن اللاعب يعاني من حالة إجهاد كبيرة جدا. عمرو السولية في الموسم الحالي، أنا بتكلم على مباريات الأهلي فقط، الدوري العام المصري فقط، هذه الأرقام اللي أنا بتكلم بها مع حضراتكم هي مباريات لعبها عمرو السولية مثلا في الدوري الممتاز هذا الموسم فقط، بعيدا عن مباريات كاس مصر القديم والجديد، بعيدا عن المباريات الأفريقية، بعيدا عن المباريات المنتخب سواء كاس العرب أو كاس أفريقيا، كمم أفريقيا أو تصفيات كاس عالم، أو حتى لعبوا مع النادي الأهلي في كاس العالم. دي مباريات النادي الأهلي اللي لعبها عمرو السولية وبقية اللاعبين في الدوري العام المصري فقط لا غير. يعني لو حطينا على 17 دول كمان 17، شوفوا هيبقوا كام.
بيرسي تاو أصيب يوم 25 يونيو الماضي قبل ساعات من مواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز، والإصابة كانت عبارة عن مزق في العضلة الأمامية، ومنذ إصابته غاب عن مباريات الفريق. بيرسي تاو لعب مع النادي الأهلي كم مباراة؟ 17 مباراة. تاني مرة تانية 17 مباراة لعبهم هؤلاء اللاعبين مع النادي الأهلي في الدوري العام المصري فقط. طيب أحمد عبد القادر، أحمد عبد القادر يعاني من تمزق في العضلة الخلفية، تعرض لها في مباراة الأهلي والمقاولون العرب، ويحتاج لفترة علاج لا تقل عن 5 أسابيع، بما يعني نهاية الموسم لأحمد عبد القادر. أحمد عبد القادر لعب كم مباراة؟ 20 مباراة في الدوري العام المصري، سجل 3 أهداف وصنع 4 أهداف. طاهر محمد طاهر يعاني من إصابة بمزق في العضلة الخلفية، ويحتاج للعلاج 5 أسابيع كاملة. طاهر أصيب في مباراة فيوتشر اللي فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة، لعب مع الفريق هذا الموسم 14 مباراة وسجل 2 أهداف. أكرم توفيق بدأ أكرم توفيق المرحلة الأخيرة من برنامجه العلاجي للتعافي من إصابة الرباط الصليبي مع منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية. كلنا نتذكر إيه اللي حصل في شهر 1 اللي فات، وإحنا في شهر 8 7 شهور بنفتقد الحقيقة فيهم جهود واحد من أفضل لاعبي الوسط والباكات رايت اللي موجودة في مصر خلال الفترة الأخيرة. إن شاء الله يفصله عن العودة للملاعب أقل من شهر قبل المشاركة في تدريبات النادي الأهلي الجماعية، ومن بعدها المشاركة في المباريات بشكل تدريجي على حسب بقى الجهاز الفني ما يدي الأكرم توفيق أو يرى أن أكرم توفيق يلعب إزاي. أكرم لعب مع الأهلي حتى شهر يناير السابق 7 مباريات صنع 1 هدف. عمار حمدي نفس الكلام، تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال وجوده مع الأهلي في الإمارات لخوض منافسات كأس العالم للأندية التي نجح خلالها الفريق في التتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه. اللاعب بيؤدي حاليا برنامجه التأهيلي للعودة للملاعب، ولا يزال أمامه فترة كبيرة للعودة خلال الفترة القادمة. لعب عمار حمدي 4 مباريات فقط ولم يسجل ولم يصنع أي أهداف. أحمد نبيل كوكا بيعاني من مزق في العضلة الخلفية، تعرض له في التدريبات يوم 22 يوليو الماضي. اللاعب يحتاج لفترة لا تقل عن 4 أسابيع. لعب كوكا من خلال هذا الموسم 6 مباريات ولم يسجل ولم يصنع أي أهداف مع النادي الأهلي، ده غير إصابة كورونا طبعا، أو يعني إحنا الكوفيد خلاص بقينا يعني بناخده معانا في طريقنا. صلاح محسن نفس الكلام، نفس الكلام، شد في العضلة الخلفية في مباراة المقاولين الأخيرة، وتم وضع برنامج تأهيلي إن شاء الله خلال الأيام القادمة يكون صلاح موجود مع الفريق بعد إن شاء الله التأهيل. 13 مباراة سجل 1 هدف وصنع 1 هدف. محمد عبد المنعم الحقيقة تلقى منذ أن انضم للنادي الأهلي 3 إصابات قوية، الأولى مع المنتخب خلال مباراة السنغال في تصفيات كأس العالم، المباراة اللي أقيمت في القاهرة يوم 25 مارس. الإصابة الثانية لمحمد عبد المنعم كانت قبل مباراة الوداد في نهائي دوري الأبطال، الإصابة الثالثة كانت خلال مباراة الجونة شد بالعضلة ضمة. محمد عبد المنعم لعب مع الأهلي هذا الموسم 9 مباريات لم يسجل أو يصنع أي أهداف. محمد هاني أصيب في مباراة فيوتشر اللي فاز بها النادي الأهلي برباعية، والإصابة عبارة عن آلام في العضلة الأمامية، وغاب عن الفريق في مباراتي الجونة وبيراميدز. محمد هاني لعب مع الأهلي هذا الموسم 18 مباراة وصنع 1 هدف. طيب هو أنا ليه بقول لحضراتكم هذا الأمر؟ لأنه أنا عايز أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا، والفت انتباه حضراتكم لشيء يجب أن يعلمه الجميع. الأرقام اللي بقولها لحضراتكم دي في الدوري العام المصري فقط، في الدوري العام المصري فقط. المباريات اللي لعبها لسه، هنتكلم عن كاس مصر ولسه هنتكلم اللي فات وكاس مصر اللي جاي وبطولة الدوري السابقة، ممكن اقعد اتكلم مع حضرتك واقول لك قد ايه المباريات اللي لعبها كل لاعب
من هذا الفريق علشان نصل لهذا الشكل الكبير من الإجهاد اللي حضراتكم شايفينه؟ شكل إيه ده؟ هي ليه اللعيبة الناس تقول لي كده؟ والله أنا الناس بتقول لي كده بالظبط، هي ليه الناس مش قادرة تشيل رجليها من في الملعب؟ بيتقال لي كده، فأنا بطلع أقول لحضرتك إيه هي الأسباب اللي بتخلي الناس يكونوا بهذا الشكل؟ أهو بعد العودة من فترة كورونا، ده جدول مشاركات لاعيبة النادي الأهلي، مش هجيب لحضرتك أي فرقة تانية، ولكن أنا بوري لك عدد المشاركات اللي عملها قفشة 129 مباراة، أليو ديانج 122 مباراة، سولية 120 مباراة، حمدي 116 مباراة، شريف 107، معلول 107، أيمن أشرف 105، محمد هاني 95. بالمناسبة هذه المباريات مع النادي الأهلي فقط. حسين الشحات 92 مباراة، ياسر إبراهيم 87 مباراة، طاهر محمد 82 مباراة، صلاح محسن 63 مباراة، رامي ربيعة 58 مباراة، وليد سليمان 52 مباراة. هل ده طبيعي يا جماعة؟ دي مباريات الأهلي فقط، المباريات اللي بيلعبها النادي الأهلي فقط. هل ده طبيعي؟ لو حضراتكم شايفين ده طبيعي أوكي، خلينا بعد ما نقول لحضراتكم هذه الأرقام نرجع ونشوف أرقام لعيبة أوروبا اللي احنا دايما بنبص لهم. مش هقول لكم أرقام الزمالك ولا أرقام بيراميدز ولا أرقام فيوتشر ولا أرقام، لا هقول لحضرتك بص على أرقام أوروبا. يعني 129 مباراة لعبهم مجدي قفشة بدون المباريات الدولية، احسب المباريات الدولية دخلنا في 150-160 مباراة، يعني بمعدل 75-80 مباراة في الموسم الواحد. لو حضرتك شايف ان ده طبيعي، لا مش طبيعي يا فندم، انا بقول لحضرتك ان الكلام ده مش طبيعي، ما بيحصلش، ما بيحصلش في العالم كله. واتحدى على الهواء مباشره محمد مجدي قفشه 129 مباراه، وقول حط عليهم 25 مباراه دوليه، منتخب ماشي، قول وحط عليهم مباريات بقيه المباريات، يعني اذا ماتش كل أربع أيام تقريبا. أنا بتحدى أي حد يتكلم معايا على الهوا أهو ويقول لي هذا الكلام بيحصل في إنجلترا، بيحصل في أسبانيا، بيحصل في هولندا، بيحصل في فرنسا. ما بيحصلش. ما بيحصلش. لأنه عدد المباريات الطبيعية في الموسم الواحد من 50-55 مباراة. 60 ده لو يعني أنت يعني بتلعب كل مباريات المنتخب وكل مباريات فريقك. متوسط من 5 أيام لخمس أيام ونص في الأسبوع ما بين الماتش والماتش بدون راحة. سنتين حضرتك هذا الفريق بيلعب بدون راحة، مع اعترافي أن هناك تقصير في الأداء، ومع اعترافي أن هناك بعض اللاعبين بمقصرين في الأداء، كل ده أنا متفق مع حضرتك معاه. كل اللي حضرتك عايز تقوله والانتقاد اللي حضرتك عايز تنتقده للاعيبة النادي الأهلي، أنا زيك بالظبط. ولكن لازم اقول لك ان في تحكيم ظلم النادي الاهلي وخسره 12 نقطه في عدد المباريات، وفي حاجه تانية اسمها الاجهاد العام، مش مجرد كلام بنقوله، ولكن هي ارقام ظهرت لحضرتك على الشاشه علشان تعرف ايه الفرق ما بين لاعب ولاعب. واحد لعب 130 مباراه وواحد لعب 50 مباراه او 60 مباراه او 100 مباراه على فكره. فالموضوع ان احنا هذا الفريق مجهد اجهاد كبير جدا جدا جدا، ولكن هذا لا يعفي الفريق، انا اسف ان انا بقول كل الكلام ده كل شويه، ولكن هذا لا يعفي الفريق من ان هناك بعض التقصير الفني من بعض اللاعبين. واضح الكلام اللي انا بقوله اهو عشان ما حدش يقول لي انت طالع تبرر. لا انا طالع اقول لحضرتك 1 2 3 الاسباب التي ادت لهذا التراجع، 1 2 3 من ضمن هذه الأسباب القصور الفني وكذا وكذا وكذا، في نفس الوقت تحكيم غير جيد مع النادي الأهلي أفقدك 12 نقطة وريتهم لحضرتك أول امبارح، وإجهاد عام كل لاعب في النادي الأهلي أو معظم اللاعبين في النادي الأهلي لعبوا على الأقل من 70-75 مباراة في الموسم الواحد. تخيل حضرتك أنت لو مسافر بعربية بيجي كده في النص حاجة اسمها الريست، يعني انت لو رايح الساحل مثلا بتيجي هنا وانت رايح الساحل
تطلع تقف في النص في الريست، في النص حاجه ريست كده تقف فيها تاخد راحتك وتعمل وبتاع وبعدين تمشي. تريح العربيه ممكن تولع منك، الجو حر بتاع. طب فما بالك اللاعبين؟ اللاعبين دول مش مكن، اللاعبين دول المكن بتاعهم شغال بقاله سنتين ومع ذلك جابوا بطولات في كل شيء. يعني على فكره انا مش بقول ان هم بيتجبوا على، لا لا ده واجبهم ولازم يعملوا كده، ولازم يعرفوا ان هم بيلعبوا باسم النادي الاهلي، ولازم يبقوا عارفين ان تيشيرت النادي الاهلي ده لازم نحافظ عليه، لازم نحافظ عليه لغايه يوم 30 اغسطس اللي جاي، لغايه لما الدوري ينتهي. اعمل اللي عليك والباقي على ربنا. لكن برضه لازم نقول ان اللعيبه دي خدت مباراه. النهارده احد جمهور النادي الاهلي، واحد من جماهير النادي الاهلي الحقيقه، هو رجل كبير في السن عنده 72 سنه، كلمني قال لي يا كابتن اسلام انا عايزك تشكر لي هؤلاء اللاعبين وتقول ان هؤلاء اللاعبين وتقول لهم كده ان هؤلاء اللاعبين تعبوا جدا 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 واحنا بنشكرهم، بس نطلب منهم ان الفتره اللي جايه تبقى اقوى واقوى كمان علشان احنا عارفين ان هم تعبانين جدا جدا جدا. والله العظيم ثلاثة، والله العظيم ثلاثة هذا حصل. وهذا الرجل أنا ما أعرفوش، يعني حد بيكلمني وبيقول لي أنا بقول لك واحد اتنين ثلاثة، ولو سمحت توصل للاعبين هذا الكلام. فكل اللي أنا بقوله لحضراتكم إن بالفعل هناك حالة غريبة جدا جدا جدا، لكن دائما لكل جواد كبوة. والطبيعي جدا ان مفيش واحد بيفضل ماشي سنه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته بهذا الاداء الرائع وهذا الاداء الجيد. وكل البطولات بتعدي بتاخدها، كل البطولات اللي معديه علينا خدناها الحمد لله والشكر لله، وربنا يكرمنا الفتره اللي جايه ويحصل حاجات افضل وافضل خلال الايام القادمه. فكل اللي انا بس حبيت اوري لحضرتك بالارقام هو ايه اللي بيحصل. وبرده لازم نلفت نظر حضراتكم لحاجة مهمة، إن الصفقات الجديدة اللي هتيجي أي صفقات لازم يبقى ليها توقيت للدخول، توقيت مثالي للدخول للفريق. ولينا يعني في التدعيمات اللي بتحصل في أوروبا مثال، لعيبة بيتم التعاقد معاها قبل الموسم بوقت كافي وبيبدأ مع اللاعبين مع الفرقة فترة الإعداد من البداية، بيتم يعني يقف على كل الامور الخاصه بالجوانب التكتيكيه وبيتاقلم على كل الاجواء الجماهيريه وبيخوض مباريات وديه وتحضيريه بتخليه ينسجم مع زمايله جوه الملعب ويكتسب الثقه من زمايله من خلال المباريات الوديه قبل انطلاق الموسم. احنا ما عندناش الكلام ده. ده ما بيحصلش عندنا هنا في مصر. انت هتخلص يوم 30 اغسطس اعتقد الدوري النهارده، الدوري يخلص 30 اغسطس، ولو ربنا كرم وصلنا لنهائي الكاس اللي هي الجديده بقى بتاعت السنه دي هتلعب يوم 15/9 على ما اتذكر يعني. فطب امتى اللعيبه دي هتريح؟ طب امتى اللعيبه دي هتقف على رجليها؟ امتى اللعيبه دي اللي محتاج يقعد 10 ايام يريح عضلاته من اللي بيحصل واللي بيشوفه خلال موسم، يريح دماغه من الإجهاد الكبير والضغط العالي سواء مع المنتخب أو مع النادي الأهلي. أنت مع منتخب مصر بتلعب على المركز الأول، ومع النادي الأهلي بتلعب على المركز الأول. فبالتالي الصفحات بتتحرق، الصفقات دي بتتحرق، وبيتم يعني أكيد بيتأثر نفسيا وفنيا هذا اللاعب. أنا مش فاكر حتى النادي الأهلي آخر مرة عمل مؤتمر صحفي كانت من زمان عشان يقدم يعني يتم تقديم اللاعبين الجدد اللي بنشوفهم وبيتم التعاقد معاهم. النهارده بكره على طول بيشارك وبيخش وبينزل، الناس ما بتلحقش تتبسط مع باللاعب من كتر المباريات اللي كنا بنلعبها خلال الفترة اللي فاتت. ان شاء الله كل هذه الامور تعدي. انا بس حبيت اوري لحضراتكم هو ايه اللي بيحصل في مع لاعيبه النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره، لانه مهم جدا 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 نقف في ظهر اللاعبين، وهنفضل في ظهر النادي الاهلي مهما كانت الامور ومهما كانت الظروف. انا واحد من جمهور الاهلي هفضل واقف في ظهر النادي الاهلي. من ضمن الحاجات اللي انا حبيتها قوي النهارده، وهي صورة منتشرة على السوشيال ميديا الحقيقة، الحمد لله بعد الكلام اللي الواحد بيقوله بقالنا يوم واثنين وثلاثة، الحمد لله الحمد لله جمهور الأهلي ما بيستخباش بالمناسبة، يعني جمهور الأهلي ما بيخافش
جمهور الاهلي ما تفرقش معاه، جمهور الاهلي زي ما حضرتك شايف بيساند النادي الاهلي من كل الاماكن في مصر. وراك يا اهلي انا كعب داير زي نسر الاهلي طاير، اعظم نادي في الكون، ما عنديش مشكله. عندي مشاكل فنيه زي ما قلت، ومشاكل في تحكيميه، ومشاكل في الاجهاد، ولكن هفضل ورا فريقي، ما عنديش اي مشكله، بشجع اسم وكيان الاهلي مش حاجه تانية. هو ده الفرق دايما ما بين جمهور النادي الاهلي واي حد تاني، هو ده. ايضا جمهور النادي الاهلي بيترقب مباريات النادي الاهلي خلال الفتره القادمه في الدوري الممتاز، عشان هل الامور اصبحت صعبه في الدوري؟ اصبحت صعبه ولكن هي غير مستحيله، صعبه ولكن غير مستحيله. ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل، كره القدم ترى فيها كل شيء، ترى فيها كل شيء، محدش عارف ايه اللي احنا هيحصل بكره في مباراه فاركو، محدش عارف هيحصل في المباريات القادمه للنادي الاهلي وللفرق اللي بيتنافس معاها النادي الاهلي على الدوري العام، ايه اللي ممكن يحصل، محدش عارف. صدقوني كره القدم فيها كتير، لكن الموضوع مش صعب، صعب قصدي، ولكن هننتظر لنهايه. هو ده النادي الاهلي، وزي ما حضراتكم عارفين وزي ما كل جمهور النادي الاهلي عارف، مستحيل دايما مش اهلاوي، مستحيل دايما ما بيعديش عليه التيشيرت الاحمر ده، الحقيقه يعني. النادي الاهلي بيحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطه، وله مباراه مؤجله، مباريات الاهلي في المتبقيه زي ما قلت لحضراتكم، الاهلي وفاركو ان شاء الله بكره الساعه 9. امبارح انا قلت ومتاخده في كل حته انه هذا ليس فريق بيراميدز، وده مش رمضان صبحي. هو انا اجرمت لما قلت كده؟ طب ما انا النهارده بقول ان هل ده المقاولين اللي كان بيلعب قدام فيوتشر النهارده واتغلب 1-0 هو ده المقاولين اللي كان بيلعب قدام الاهلي؟ لا طبعا. هل ده معناه ان انا بتهم اي حد باي حاجه؟ اطلاقا. انا بتكلم من الناحيه الفنيه والناحيه القتاليه جوه الملعب. انا يعني اتصور ان الواحد لعب كوره، عمري ما احط نفسي في هذا الموقف ابدا، ولكن انا بس بستغرب هي ليه الناس مثلا مباراه بيراميدز امبارح، من المفترض ان الناس تتعب اكتر من كده، علشان يمكن الطموح يكون وقف لغايه هنا هم حرين، مش قصدي والله العظيم ثلاثه، لكن انا اقصد اقول ان الواحد بيبقى عنده، انا لو كسبت الماتش ده كنت هبقى بنافس على الدوري العام المصري اللي ممكن اخده لاول مره. ده هم، انا بتكلم عليهم هم، المفروض يفكروا بهذا الشكل. اي لاعب عنده طموح بيفكر بهذا الشكل. فانا عمري ما بعيب في حد والله العظيم ثلاثه، اقسم بالله هذا قصدي، ان فنيا ومن الناحيه القتاليه هل ده ممكن يحصل؟ الشكل اللي احنا شفناه النهارده، المقاولين هو ده المقاولين اللي كان بيلعب، اللي لعب مع فيوتشر النهارده واتغلب 1-0 هو ده المقاولين اللي كان بيلعب قدام النادي الاهلي؟ مش هو خالص. النهارده الروح القتاليه اقل، وتحس ان اللعيبه مش قادره تجري، بذلوا مجهود كبير في المباراه السابقه امام النادي الاهلي، خلاهم النهارده يبقوا بهذا الشكل ويتغلبوا من فيوتشر 1-0. مع احترامي لفيوتشر، فيوتشر فريق كبير ومن ضمن الفرق اللي هتوصل في دوري ابطال افريقيا، لكن انا اقصد ان لا، مش هو ده المقاولين اللي احنا شفناه من 3-4 ايام امام النادي الاهلي. مش هو ده بيراميدز اللي احنا شفناه في مباراه الاهلي، وبيراميدز الاهلي اتغلب فيها 2-0. لازم يا جماعه لما باجي اتكلم انا بحط نفسي في موقف الناس كمان اللي موجوده، عمري ما هتكلم عن حد بطريقه غير جيده ولا اقصد اي شيء، لكن كل قصدي ان اللي بيحصل ده مش هو، يعني ما ينفعش الروح القتاليه والناحيه الفنيه تبقى بهذا السوء اللي كانت فيه. وجهه نظري انا بقى الفنيه، مش دي مش ملهاش علاقه باي حد، لكن دي وجهه نظر فنيه، ان انا بقول ان لا، كان ممكن يبقى الموضوع افضل من كده بالنسبه لمباراه بيراميدز والزمالك، وبالنسبه لمباراه المقاولين النهارده كانوا ممكن يبقى افضل. ما بقولش ان هم يبقوا اقل مع النادي الاهلي، ولكن انا بقول يبقوا افضل عشان نلاقي نادي بيراميدز ده بينافس على الدوري مع الاهلي ومع الزمالك، ونشوف نادي المقاولين العرب ما ينزلش درجه تانية. هو ده اللي انا بقوله، ان احنا عايزين نشوف شكل فني للمباريات خلال الفتره اللي جايه، مش قدام النادي الاهلي بس، احنا عايزين نشوف قدام كل المباريات، قدام كل الفرق. هو ده قصدي، لان انا في بعض الاوقات بحط نفسي مكان هؤلاء اللاعبين. طبعا يعني انا في بعض الاوقات جه حد قال لي احمد علي على ما اتذكر ضيع ركله جزاء، ف
فلما لما احمد علي ضيع ركله جزاء جه احد الناس وقال لي يا اسلام هو ده احمد بقى، قلت لهم لا استحاله يكون احمد بيفكر بهذا الشكل، استحاله، وبقولها على الهوا هو ما عنديش مشكله، استحاله يكون بيفكر بهذا الشكل. طبعا عايز بالعكس، هو عايز يكسب وعايز يتبسط وعايز يعمل كل حاجه لانه عايز يكسب. فمعرفش انا الحقيقه الايام دي في حاجه مش مظبوطه كتيره جدا بتتاخد الكلام اللي انا بقوله ويودوه في حته تانية خالص، معرفش ليه. طبعا بعض ما لا يشجع الاهلي، ما بتكلمش على جمهور الاهلي، يعني جمهور الاهلي اولا جمهور الاهلي يقول اللي هو عايزه ويعمل اللي هو عايزه، عايز ينتقد عايز يقول اي حاجه هو حر، ما بزعلش ما بزعلش من جمهور الاهلي يعني، ولكن الناس بتاخد الكلام وتوديه في حته تانية، وده مش صحيح، ده مش صحيح. طيب خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نقرا اخبارنا، اخبار البيت الكبير وبعض الاخبار الهامه جدا للنادي الاهلي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه وانا دايما بقرا الخبر ده بقول نفس الكلام، نفس الكلام بقوله ونفس الكلام بيرد كل جمهور الاهلي بيقوله. بالمناسبه يعني كابتن احمد الغندور حكما لمباراه الاهلي وفاركو، اعلنت لجنه الحكام الرئيسيه بالاتحاد المصري لكره القدم طاقم تحكيم او طاقم حكام مباراه الاهلي وفاركو زي ما حضراتكم شايفين، كابتن احمد الغندور حكما للساحه، كابتن احمد حسام حكم مساعد، كابتن هاني عبد الفتاح حكم مساعد، كابتن مبروك نبيل حكم رابع، كابتن محمود عاشور حكم فيديو. الحمد لله والشكر لله بقينا نعرف حكم الفيديو مش زي المباراه اللي فاتت. كابتن اسامه السيد حكما مساعد، مساعد حكم الفيديو. طيب زي ما حضراتكم شايفين ودايما الحصه بتاعت كل اسبوع او قبل كل مباراه، يا كابتن احمد يا غندور من فضل حضرتك لو سمحت، كل اللي بيطلبه جمهور النادي الاهلي من حضراتكم ان انتوا تكونوا عادلين علشان النادي الاهلي يقدر يكسب مبارياته اذا قدر له من ربنا ان هو يكسب. محدش بيقول لحضراتكم ادونا حاجه زياده، ولكن لو سمحت لو حد جاله عليه طرد من الفريق الاخر فاركو اطرده، لو حد من الاهلي حقه ان هو يطرد لو سمحت اطرده، اطرد لعيبه الاهلي لو تستحق، ولكن لو الفريق الاخر يستحق من فضلك اطرد، او من فضلك اديني ركله جزاء، من فضلك كن حكما عادلا. يا كابتن احمد يا غندور، يا كابتن محمود يا عاشور، كونوا حكام عادلين. يا كابتن محمود لو حضرتك شفت حاجه لو سمحت، لو سمحت ابعت للكابتن احمد الغندور وقول له في ركله جزاء للنادي الاهلي او ضد النادي الاهلي. اللي ضد احنا عارفين ان انتم بتاخدوا بالكم، لكن اللي معه لو سمحت خدوا بالكم زياده شويه، ركزوا اكتر 100% شويه. مش عارف الواحد يعني هل من الممكن ان احنا، هل في كلام تاني ممكن اقوله؟ يعني هل كلام ممكن اقول كلام تاني؟ الواحد مش عارف يقول ايه والله العظيم. ثلاثة كل مباراة مصيبة واثنين وثلاثة ضد النادي الاهلي، مع النادي الاهلي تلاقي توت والناس بتفرح وتقعد تتنطط وتعمل الحركات اللي بتقعد تتعمل دي، وتبقى ايه مبسوطين وسعداء. علينا ركلة جزاء، جري اجري بسرعة، وتلاقي الراجل في ودانه وبيعمل والناس بتكلمه في ودانه. ايه يا جماعة ده؟ يا جماعة حضرتك زي ما الكابتن عادل طعيمة امبارح قال، حضرتك قاضي الملعب، يجب أن تعطي كل ذي حق حقه. لو سمحت مش عارف أقول إيه، والله أنا عايز أتكلم باللغة العربية واللغة العامة، يعني هل أشرحها بكل اللغات؟ معرفش. جمهور الأهلي لا يستحق اللي حضراتكم، لا يستحق عدم التركيز، أنا هسميها عدم تركيز، أوكي، هسميها عدم تركيز. جمهور الأهلي لا يستحق عدم التركيز اللي حضراتكم مش مركزينه ده. كل مباراة مصيبة واثنين وثلاثة للنادي الأهلي، 12 نقطة ضايعين على النادي الأهلي بسبب التحكيم. فيا كابتن أحمد غندور لو سمحت، لو سمحت يا كابتن محمود عاشور وبقية طاقم التحكيم، لو سمحتوا، لو سمحتوا كونوا عادلين. أنا هيجيلي القلب أقسم بالله تاني. يعني الواحد تعب والله العظيم ثلاثة من كتر يعني اللي الواحد بيشوفه، الظلم اللي الواحد بيشوفه في المباريات، الواحد تعب، تعبت. انا في اوقات الواحد ما بيتفرج كمشجع بقى، بيجي عليا وقت كده من كتر اللي بيحصل بمشي بقوم.
مش ممكن، مش ممكن اللي بيحصل غير طبيعي ومعرفش ليه. أنا ما عنديش فكرة الحقيقة. أحمد الغندور، كابتن أحمد الغندور من الحكام الرائعين على فكرة، عندنا مجموعة من الحكام الجيدين جدا، معرفش يجي قدام النادي الأهلي ويقلب بطة بلدي، بطة بلدي. أنا لا أقصد شيء، لكن أنا أقصد إن هو بيبقى يعني من الحكام الكويسين جدا، أسماء كثيرة جدا من الحكام الجيدة، ولكن يجي قدام النادي الأهلي يرتكب خطأ سهل قوي زي الكابتن محمد عادل. الراجل قدام عينيه، قدام عينيه شايف الباك اليمين اسمه أمير عابد داخل في حمدي فتحي، مش محتاجة حاجة يا كابتن، مش محتاجة حاجة. طيب الكابتن محمد عادل كان في مية على عينيه وما خدش باله، أو كان بيمسح العرق من على عينيه فما خدش باله من الكرة دي. طب الكابتن مصطفى مدحت اللي هو اللي عنده 20 سنة ولا 21 سنة، صغير في السن يعني، كابتن مصطفى دي كورة ادي الحق لأصحابه، احسبها واللي يحصل يحصل. ممكن الأهلي يتغلب بالمناسبة وهو بيلعب 11 والمقاولين ساعتها بيلعب 10، ما فيهاش حاجة جدلية، هي واضحة. فالحقيقة حاجات غريبة الواحد بيشوفها ومش عارف يعمل ايه. يعني نقدر نوصل لغاية فين علشان نتكلم؟ يعني احنا في النادي، داخل النادي الأهلي على فكرة هو ده اللي بيحصل، انه دايما طريقة الكلام بتبقى مختلفة. مش عمرنا ما هنوصل لأعلى من كده في طريقة الكلام مهما حصل، مهما حصل. لكن كلهم أصدقائنا وأصحابنا وكل حاجة، لكن يا جماعة يعني التحكيم يحتاج عدالة، أو النادي الأهلي يحتاج عدالة تحكيمية خلال الفترة اللي جاية علشان نقدر نحكم بشكل عادل على الفريق. مش هقول لك بقى عشان حاجة تانية، عشان نقدر نحكم بشكل عادل على الفريق. سواريش يضم بيرسيتاو وعبد المنعم لقائمة الأهلي لمواجهة فاركو. أعلن ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادا لمباراة فاركو التي تقام مساء غدا الأربعاء على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة 28. محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، محمود متولي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام حسن، وليد سليمان، أيمن أشرف، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، محمود وحيد، علي معلول، محمد محمود، بيرسي تاو، حمد لله على السلامة، محمد عبد المنعم، حمد لله على السلامة، لويس ميكيسوني، محمد هاني، محمد فخري، محمد أشرف، وزياد طارق. النادي الأهلي النهاردة اختتم تدريبات استعدادا لمباراة فاركو. اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة فاركو التي ستقام غدا في تمام الساعة 9 على ملعب استاد الأهلي والسلام. عودة أكرم توفيق، الحقيقة عودة أكرم توفيق أعتقد أن هي بتمثل ثقة كبيرة جدا لكل جمهور النادي الأهلي. يمكن سواريش يعني حتى هذه اللحظة لسه ما شافش الراجل، وبالمناسبة أكرم هيموت ويلعب، يعني لسه كنت بتكلم معاه هيموت ويلعب، نفسه قال لي يا كابتن والله العظيم نفسي ألعب، ولكن يعني طبعا في اجراءات طبيه معينه يجب ان يتم اتخاذها علشان يكون سليما معافا، لانه جمهور الاهلي ينتظر واحد زي اكرم توفيق. اعتقد هيبقى له دور ان شاء الله مع سواريش خلال الفتره القادمه. النادي الاهلي خاض ميرانو الختامي مساء اليوم على ملعب مختار التتش، واشتمل على جانب بدني خفيف وتدريبات الكره، فيما خاض حراس مرمى التدريبات تحت إشراف إدواردو لوبو مدرب الحراس. الجهاز الفني للنادي الأهلي كان قد منح اللاعبين راحة أمس من التدريبات بعد مباريات المقاولون العرب بسبب الإجهاد وضغط المباريات. أبص الحضن ده، سلام عليك يا كيمو يا جميل، أنا بحب والله أكرم توفيق ده، تحس وجوده أنه بيدي طاقة إيجابية للاعبين مهما كانت الظروف الحقيقة. يعني بسم الله ما شاء الله عليه، ربنا يحفظه، وكل جمهور النادي الأهلي ينتظرك يا أكرم علشان إن شاء الله إن شاء الله تعود سالما معافا مع الفريق خلال الفترة القادمة. زي ما حضراتكم شايفين الكل مركز، تعبانين، مجهدين، 12 نقطة فقدناهم بسبب التحكيم، ولكن هناك بعض القصور اللي احنا بنتكلم عنها دائما، القصور الفنية دي موجودة برضه عشان ما حدش يقول كذا ولا كذا، اهو هناك بعض القصور الفنية، فاللعيبة بتحاول تركز اكتر علشان الفترة القادمة ما يبقاش في حاجة كده ولا كده. ان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق في مباراة بكرة للنادي الاهلي. مدرب المنتخب الجديد يطلب مواعيد جولات الدوري المتبقية ومقابلة
مدربي الأندية البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني. جدول جميع طب كويس ان احنا عندنا الجدول جاهز يعني. فاعتقد ان المقابله اللي هيعملها روي فيتوريا مع المديرين الفنيين في الدوري العام المصري اعتقد هيبقى من اكتر التليفونات اكتر منها مقابلات وجها لوجه، لانه الحقيقه ارتباطات الانديه وارتباطاته هو نفسه بشكل شخصي وضغط المباريات اعتقد هتبقى صعبة جدا. منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر إن شاء الله مساء غدا. زي ما قلت لحضراتكم امبارح خبر يعني طبعا ده انا بشكر عليه اتحاد كرة القدم ان احنا بعد الكلام اللي قلناه امبارح هم انزلوا هذا الخبر. انا قلت لحضراتكم الكلام ده امبارح. كلاتنبرج يصل للقاهرة 6 اغسطس ويعقد جلسة مع الحكام. يصل الانجليزي مارك كلاتنبرج إلى القاهرة يوم 6 أغسطس الجاري من أجل بدء مهام عمله رسميا كرئيسا للجنة تطوير التحكيم بالاتحاد المصري لكرة القدم. وينوي كلاتنبرج عقد جلسة مع الحكام المصريين عقب وصوله إلى القاهرة. ماشي. أتمنى له يا رب كل التوفيق، لكن زي ما قلت لحضراتكم هل بعدما أصبح كلاتنبرج أو مضى عقد مع رابطة الأندية اليونانية هل سيكون متواجد مع الاتحاد المصري بشكل دائم ولا لا؟ كنت أتمنى أن يتم الإجابة على هذا الأمر خلال البيان اللي وزعه الاتحاد المصري لكرة القدم. انطلاق أول دورة في الإدارة الرياضية بسيتي كلاب العبور بالتعاون مع جامعة لايبزيج الألمانية. انطلقت اليوم أول دورة تدريبية في الإدارة الرياضية بفرع نادي سيتي كلاب العبور كأول ثمار للتعاون المشترك ما بين أندية سيتي كلاب وجامعة لايبزيج الألمانية. وشهدت الدورة حضور 55 مشتركا بالإضافة إلى 21 عضو باللجنة الأولمبية السورية عن طريق تقنيات الزوم، وتمتد الدورة لأربعة أيام مقبلة. وألقى العميد محمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي كلاب لإدارة المنشآت الرياضية كلمة بمناسبة افتتاح الدورة، رحب خلالها بالحضور والمشاركين بالدورة وعلى رأسهم المحاضر الألماني ساندي أدم. وقال مرجان إنه يؤمن تماما بأن الرياضة أصبحت صناعة تقوم على عنصرين مهمين، العنصر الأول هو الخبرة والثاني هو العمل، لكننا في مصر نعتمد على الخبرة فقط، وهو ما جعل شركة سيتي كلاب تركز على العلم، أنا آسف مش العالم، العلم من خلال الدورات التدريبية في الإدارة الرياضية بالتعاون مع جامعة لايبزيج الألمانية. أضاف أن شركة سيتي كلاب تهدف إلى من خلال هذه الدورات إلى تطوير صناعة الرياضة في مصر وتنمية الفكر الإداري الاحترافي الاستثماري في مجال الرياضة باعتبارها أرضا خصبا للاستثمار وعمودا فقريا رئيس في بناء استراتيجية اقتصادية قوية. وتعتبر أندية سيتي كلاب من الأندية الرائدة في تطوير الرياضة في مدن ومحافظات مصر بانتشارها الواسع في 7 مدن مختلفة خارج العاصمة وبتعدد أكاديمياتها الرياضية في مختلف الرياضات الجماعية والفردية والمميزة بأعلى الإمكانيات من حيث المدربين والملاعب والبنية التحتية التي يشرف عليها أبطال مصريين من أصحاب الألقاب العالمية والأولمبية. واستمرارا لرحلة شركة سيتي في البحث عن الأفضل في العالم لتفعيل شراكات معهم، وقع التفاهم بين الشركة وجامعة لايبزيج الألمانية ممثلة في شركة اي تي كي، وتعد جامعة لايبزيج أحد أشهر الجامعات الألمانية وأعرقها، حيث يعود تاريخ تأسيسها 1409 وتعتبر من أهم مراكز البحث العلمي في أوروبا، وتضم حاليا 14 تخصصا مختلفا بالإضافة لعلوم الرياضة البدنية، وتضم علوم القانون واللغة والطب والفنون وغيره. طيب دي كانت أخبارنا، وخلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل 2 من ضيوفنا هيكونوا معانا كريم سعيد وأحمد ثابت، هنتكلم في بعض الأمور الفنية الخاصة بالنادي الأهلي قبل مباراة بكرة الأهلي وفاركو في الدوري العام المصري. بعد الفاصل كريم سعيد وأحمد ثابت في ضيافة البيت الكبير.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. كله كويس؟ الحمد لله. ازيك يا كريم؟ ازيك يا ابتسلام؟ كله كويس؟ الحمد لله. الحمد لله. عاملين شعركم انتوا النهارده ومية مية. الحمد لله. مش كل يوم بتعملوا شعركم بالشكل ده. ها؟ عصام بقى. ولا عندك اجهاد؟ لا ممكن اجهاد. ممكن اجهاد. 11 واحد اجهاد، ما احنا معاهم برضه. كل واحد دلوقتي بقينا بنتكلم في الاجهاد، والناس بتعتبر، بما اننا بنتكلم والناس بتعتبر ان كلامنا عن الاجهاد تبرير او شيء من هذا المنطلق، وهو في الحقيقة، في الحقيقة بالنسبة للاعب كرة القدم، بلاش بالنسبة للاعب كرة القدم، بالنسبة لأي شخص في العالم، بيقول لك الأجازة في أوروبا يوم الحد دي الناس كلها بتبقى ما بتعملش حاجة في حياتها غير إن هي تاخد الأجازة فعلا علشان تقدر تكمل بقية الأسبوع. وبالتالي أنا بقالي سنتين ما بعملش حاجة غير إن أنا بلعب مع منتخب مصر وبلعب مع النادي الأهلي عشان أكسب كل المباريات وكل البطولات اللي أنا بلعب فيها، وفي نفس الوقت يعني بيتلام عليا دلوقتي. هو مفيش فريق في العالم بيحصل فيه في النادي الاهلي ده، يعني من عدد المباريات ده علم. اولا التدريب ده علم، انت يعني الحمل البدني واللود وعدد المباريات ده علم. مفيش لعيبه بتلعب 150 بالعدد الموجود ده، 150 مباراه في اخر سنتين، اكيد يعني عدد المباريات كبير قوي. احنا لاعبين اربع ماتشات في اخر 9 ايام. يعني ده لسه يوم من 14 اغسطس ل 23. 9 ايام هتلعب فيهم اربع، من 21 ل 30 احنا لاعبين اربع ماتشات في 9 ايام. يعني ده يا جماعه ده حمل بدني كبير جدا. يعني انا بيقابلني بعض الناس الزملكاويه يعني بيقولوا لي ايه فين الاهلي بمن حضر وفين. يا جماعه ماشي الاهلي بمن حضر وكل حاجه، بس انت اللي بيحصل دوت مش يعني مش بيحصل في اي دوري في العالم، مش بيحصل في اي نادي في العالم. كميه انت لعيبه النادي الاهلي هي القوام الاساسي لمنتخب مصر، اكتر نادي فيه لعيبه في منتخب مصر لعيبه النادي الاهلي، بيبقى فيه 9 او 10 لعيبه او من 7 ل 10 لعيبه. بالتالي اللعيبه دي تم استهلاكها بدليل الاصابات الموجوده كلها مزق. المزق ده كويس ان انت قلت لي الموضوع ده، لانه الحقيقه كنت عامل حسابي ان انا هتكلم فيه في الاول، بس وقع من دماغي ان معظم الاصابات عضليه، وبالتالي اذا ده اجهاد واضح. ده المزق والشد. يعني في اجهاد، المزق والشد، والمزق ده يعني خلاص طرقعت خلاص الاخر يعني. ده من كتر الاجهاد، من كتر يعني زي الشرخ الاجهادي كده، من كتر ما انت عمال بتلعب ومن كتر ما انت مجهد قلبت بشرخ، وبالتالي الاصابات الموجوده دي كلها بسبب الاجهاد. واحنا مش بنتكلم كده في اكيد في بعض الاخطاء، في حاجات غلط اكيد ان شاء الله هنصلحها في الفتره الجايه، ولكن الاصابات الموجوده دي ده علم. النهارده ليفربول وبايرن ميونخ وبرشلونه وريال، الفرق الاوروبيه كلها بتعمل في حاجه اسمها بري سيزون. انا نسيت البري سيزون ديت في اخر اخر خمس سنين، ما شفتش لعيب، ما شفتش فتره اعداد. احنا كنا دايما بنستنى نشوف فتره الاعداد بتاعه النادي الاهلي في المانيا، ولا هتبقى في هولندا، ولا هتبقى فين، ونشوف اللعيبه مسافره ويجهزوا لنا فتره اعداد، ونقعد نتابع المباريات ونحلل المباريات دي. الكلام ده احنا ما عادش بنشوفه اصلا. مظبوط. ما عادش في فتره اعداد. على جيلكم كنتوا بتعملوا معسكر الاعداد. احنا كنا بنستنى اليوم ده علشان يعني، بس احنا كنا برضو قعدنا سنتين تقريبا ورا بعض ما بنريحش، لكن في الثالث هو خلص الدوري بدري وقعدنا وقت طويل. انتوا رحتوا المانيا تقريبا وعملتوا في فرنسا الفتره كلها، جه فتره برضو لعبنا مع ريال سوسيداد في اسبانيا، ورحنا فتره عملنا، كنا بنعمل دايما بري سيزون. في حاجه اسمها يا جماعه بري سيزون، ان ده الحمل اللي بيجهزه اللاعب عشان يقدر يستحمل باقي الموسم. ايوه. ده مش موجود في النادي الاهلي اصلا. مش ما عندناش الفرصه ان احنا، ده هم يا دوبك بس لما بياخدوا فتره راحه الناس بتقول لك ده انتوا مدينهم فتره راحه. كريم، السنه دي كمان 30 اغسطس هينتهي الدوري، او 29 نعم. بالنسبه للنادي الاهلي، بعدها ب 10 15 يوم لو وصلت الى نهائي كاس مصر 2021 22 ان شاء الله تلعب فاينل، وبعدها الدوري هيبدا بعدها ب 10 ايام او 15 يوم الدوري، وبعد كده كمان في اللي هو السوبر كمان، في السوبر كور السوبر في المنطقة. طب ايه ده يعني؟ هل من الممكن ان يكون ده شكل فريق؟ بص يا كابتن اسلام، طبعا انا على المستوى الشخصي مؤمن تماما ان احنا مش عايزين نحط اي تبرير لاي اخفاق، بس لازم الناس تعرف حاجه. فكره ان انت تحاول قد ما تقدر تطلع مبرر واحد فقط، واحد بس لاي ازمه، ده امر مستحيل في كره القدم. ليه؟ كره القدم فيها عوامل كتيره جدا جدا. ببساطه اكيد انا مش عاقب وماليش الحق ان اعقب على اي تعقيبات للجماهير. احنا قلنا ان الجمهور هو العامل، العنصر الوحيد في المنظومه اللي عنده مطلق الحريه
يطلق كلامه أفكاره كومنتاته زي ما هو عايز، زي ما هو عايز، لكن ما يفرضهاش على المسؤول. لأن النهاردة لما تتحط في موضوع مسؤولية الموضوع بيختلف. يعني النهاردة مثلا في ديبيت شغال، ده موسيماني لو كان كمل كان زماننا كسبنا، لو موسيماني ما كانش كمل ما كناش كسبنا، دخلنا في الديبيت. دي وجهات نظر، ولكن لما نيجي النهاردة نشوف كم الإصابات العضلية لعند النادي الأهلي، ده دي بقى معلومة مش وجهة نظر، مستحيل مستحيل الجهاز الفني الحالي يشيل مسؤوليتها، ده مستحيل، ده في الرياضة عامة، في أي لعبة سواء جماعية أو فردية. لما بنجيب مدرب أحمال جديد استحالة تاخد منه ناتج شغل غير بعد تقول قبل كده ست شهور سبع شهور، يعني شهر واحد لا شهر واحد شهرين دي مستحيل، لا شهر يناير يعني مستحيل، لا مستحيل ما ينفعش. ليه؟ لان انت جاي اصلا على شغل حد قبليك. ونتكلم بصراحه، لو انت داخل المجال، لو انت داخل المجال فنيا او حتى احمال، ممنوع انك تتكلم على زميل ليك، لا يصح لا يليق. انا مثلا في مجال اعلامي، حتى لو شفت مثلا اذا شفت خطا لحد انا جيت عليه، انا مستحيل اقوله، مستحيل ذوقيا ولياقيا وادبيا انا مستحيل اتكلم فيه. فلازم النهارده بقى احنا واقفين على رجلنا. وعايز اقول حاجه يا كابتن اسلام، الجيل الصغير اللي ما حضرش النادي الاهلي في بدايه التسعينات وبدايه الالفينيات، احب اقول له النادي الاهلي في بدايه التسعينات واجه ظروف اشد بكتير من اللي احنا بنواجهها دي. ايوه، اذا كان الناس بتقول ان النادي الاهلي بيمر بازمه او بكارثه في موسم، المفروض لما نيجي اخر الموسم هنقيم، هنعمل بقى تقييم كامل للموسم، هتقول انا كسبت افريقيا وكسبت برونزيه، يعني في بعض الامور في مواسم يا جماعه النادي الاهلي طلع فيها صفر صفر وكان ادائنا سيء جدا. مع بدايه الالفيه برضو مرينا بيه ثلاث مواسم صعبين، كان منهم موسم كويس اللي هو بتاع 2001 2002، خدنا فيه افريقيا وخدنا فيه السوبر افريقيا، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما وفقش في بطولة الدوري، وشاهدت مباراة 4-4 الشيء اللي حضرتك طبعا عارفها. فده معناه ايه؟ ده معناه لو احنا كده بصينا رقميا، بداية كل عقد بتشهد كبوة للنادي الاهلي، بيتبعها حملة من التصحيح. اوكي، تقعد عدد من السنوات، احنا خسرنا موسم افتكر 90 91 91 92 92 93، موسمين نادي الزمالك حاجه 93 موسم نادي الاسماعيلي وموسمين نادي الزمالك، بعد كده النادي الاهلي رجع ل 7 سنين من اول 93 94. مع بدايه العقد اللي وراه النادي الاهلي خسر موسم 2000 2001 2001 2002 2002 2003، وزودنا كمان 2003 2004. فاللي عايز اقوله ان اللي احنا بنمر بيه ده واحد من الاوقات، طبعا لازم يكون في نقد، بس في نفس الوقت لما اشوف هذا الكم الاصابات العضليه، هنا بقى لازم ارجع لمختصين، ده مش فنيات. لما النهارده اتنين يقعوا مني في 11 دقيقه وابدا احاسب المدير الفني حساب الملاكين، ده امر صعب جدا. أوكي، بكل امانه امر صعب جدا. والاصابتين اللي خرجوا في اول 11 دقيقه مباراه المقاولين اصابات عضليه مش اصابه تدخل. فاحنا في وقت، وعايز انهي الحبه اللي اتكلمتهم دول، الاوقات الصعبه هي اللي بتصنع البطل، مش الاوقات الحلوه. الاوقات الحلوه سهله، بدليل ممكن بقول مثلا النادي الاهلي بعد اسبوعين من الان يجي في يوم كده يقول لنا يا جماعه انا تعاقدت مع 10 لعيبه، ممكن ده يحصل، وممكن 10 لعيبه دول ان شاء الله يعني يبقوا فت وزي الفل تمام. وفي الكره المصريه بصراحه ببساطه، الفريق اللي بيجيب لعيبه كويسه مره واحده بيكسب. ممكن تجيب لعيبه كويسه جدا 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 يفرقوا معاك فنيا، نعم، هل هنا ساعتها نتحول بالكلام؟ طيب الناس اللي تعبت والناس اللي شالوا فتره وبعد كده وقعوا نرميهم؟ لا، يبقى احنا محتاجين ايه؟ نقيم ونبقى واقفين على الواقع بشكل افضل، ونيجي كده نقول يا جماعه في فلان يستحق انه يكمل، لا فلان واضح كده احنا حاولنا كذا مره، لا ما ينفعش. المدير الفني مثلا النهارده راجل بقى له شهر، هل ينفع انا اقيم جهاز فني واول مره في تاريخ النادي الاهلي في وجهه نظري ان احنا بنعمل التخصصات دي؟ احنا اول مره بنعمل تخصص فيسيولوجي وتخصص مش عارف ايه، يعني الجهاز الفني في عدد كبير، حتى اعتقد مستر مانو جوزيه ما كانش معاه العدد ده، عدد الاجانب اللي معاه ده. فاكيد بنى فريق كابتن اسلام يحتاج الى الصبر، واحنا فعلا بكل امان رقميا احنا ما اختلفناش على الموسم اللي فات، عشان بس نبقى واضحين مع بعض. دلوقتي ارقام، يعني الموسم اللي فات
انا قعدت وقعدنا نتكلم على 3-4-3 ونتكلم وبرده خسرنا نقاط مع نفس الفرق تقريبا، نفس الفرق اللي بتعاني في مؤخره الجدول هي اللي بتضيع النقاط عن النادي الاهلي، بخلاف طبعا الخساره من نادي الزمالك في الفاينل الكاس. والسنه دي برده قبل ما نروح نلعب الوداد احنا خسرانين من المصري، متعادلين مع الجيش، متعادلين مع سماك الفتره، كسبانين انبي فوز الهي بحت في اخر 3 دقائق. فالاداء محل كسبانين فوز الهي الاداء الاداء الموضوع مش موضوع ممكن ما يبقاش يعني في مشاكل كبيره جدا مكمله. عشان نبدا نبحث في الوقت الحالي مين سببها ده مش وقتها، مش هينفع. ان احنا عايزين نخلص الموسم، بعد ما خلص الموسم نبدا نقيم كل الامور. حلو جدا، ولكن من دلوقتي نقدر نقول ان هناك، خليني اقول لك ايه، بعض القصور الفني زي ما الناس كلها بتجمع على هذا الامر، هناك بعض القصور الفني اللي موجود بين بعض اللاعبين جوه الملعب، دي نمره واحد. ولكن في نفس الوقت هناك تحكيم غير عادل يؤدي او ادى الى فقدانك 12 نقطه. انا جبتها امبارح او اول امبارح في الحلقه، 12 نقطه بالادله والبراهين وامور واضحه وصريحه، اخرها كره حمدي فتحي مع امير عابد او ايمن امير عابد لاعب المقاولين العرب اللي في رجله كان المفروض ان هو يطرد، كلها امور واضحه وصريحه ساعدت في ان النادي الاهلي يفقد 12 نقطه حتى الان، حتى هذه اللحظه، وما يقدرش ينافس على الدوري. تخيل لو احنا معانا ال 12 نقطه دول كان ايه اللي حصل؟ هيبقى الوضع مختلف. ده رقم 2. رقم 3، اذا قلنا ان هناك حاله من الاجهاد العام واتكلمنا فيها النهارده وقلنا ان هناك لاعب من اللاعبين قفش على ما اتذكر 130 مباراه في اقل من موسم او في موسم وثمان في سنه وثمان شهور، في سنه وثمان شهور 130 مباراه، وبالتالي لو حطينا عليهم يعني قول 150 مباراه، وبالتالي 75 مباراه في الموسم، والمعدل العالمي ما بين 50 ل 60 مباراه في الموسم. فكده اقدر اقول ان انا بتكلم على امور تكون واضحه للجمهور يستطيع بيها ان هو يبني افكاره للمرحله اللي جايه. صح، يعني حضرتك اتكلمت في 3 نقط مهمه جدا صراحه. انت كنت عايز تقول حاجه يا كريم؟ احمد دي عشان بس اطول، كمل يا احمد وبعد كده هكمل. طيب، اول حاجه الاخطاء التحكيميه، يعني بصراحه ده مسلسل موجود من السنه اللي فاتت. اوكي، نفس الاخطاء التحكيميه بتحصل برضو مع النادي الاهلي، يعني واخطاء تحكيميه، يعني ده بالذات حكم الفار في مباراه الاهلي والمقاولين. حكم صغير في السن وكل حاجه، بس احنا ما بنسمعش عنه اصلا. يعني معلش يعني حكم، انا قلت كده برضو، بس يعني حكم صغير في السن؟ ما هم جايبينه يعني عشان يجربوا في الاهلي، عشان نجرب في الاهلي والمقاولين. طب المقاولين بينافس على الهبوط، يعني النقطه بتفرق معاه، والنادي الاهلي بينافس على الدوري، النقطه بتفرق معاه. نجيب حكم صغير في السن نحطه؟ مش عارف. عشان اقول صغير في السن ومحتاج خبرات؟ بعدين ده في لعبات، في 3 طرد في المباراه الاخيره، 3 طرد بس للمنافسين بتوع النادي الاهلي. لو النادي الاهلي يعني في الثلاث مباريات اللي احنا يعتبر ما حصلناش، المقاولين طرد الامير عابد، لو نستعرض الحالات طرد الامير عابد واضح جدا الطرد، يعني حكم الفار فين؟ وهل الفار كان شغال في الماتش ده؟ وهو اشتغل بس في الحاله اللي هي يلغي فيها هدف للنادي الاهلي؟ بس فاهم؟ يعني ده الغريب جدا، يعني انت حاله طرد ما تجيب الراجل حكم الفار، يجيب حكم الساحه وتعالى شوفها، حتى خليه يشوفها. لكن مش كل سنه هنقعد نتكلم في الاخطاء التحكيميه ديت وهي واضح ان هي بتبقى يعني موجهه او ضد النادي الاهلي تحديدا. أوكي، ليه يا جماعه؟ ليه يعني؟ وبعدين كلاتنبرج لسه هيوصل، جابوه بعد ما يبقى شبه الدوري اتحسن. ليه ما وصلش بدري كلاتنبرج؟ عشان كان عنده عقد مع الاتحاد اليوناني، ما انا قلت قصه. ودلوقتي عمل عقد مع رابطه الانديه اليونانيه، فهل سيكون متواجد معانا ولا متواجد مع رابطه الانديه؟ ما حدش عارف. هات عندنا 3 طرد يا كابتن اسلام لم يتم احتسابهم، نمره 1 لامير عابد ومعانا الفيديو واضحة. دي واضحه جدا. الطرد الثاني بتاع احمد توفيق في مباراه بيراميدز بين الشوطين، وراح المدرب تكيش جونياس مغيره. طب يعني ده مش الطرد ده كان هي، يعني طرد امير عابد ده في الشوط الاول قدام المقاولين في الدقيقه 31، وطرد احمد توفيق في الدقيقه 47 في الشوط الاول، في اخر الشوط الاول، يعني الشوط الثاني كان هيلعبوا ناقصين. والطرد الثالث بتاع سيف العجوز بتاع مباراه الجونه اللي داس على رجله وبعدين اللعيبه، يعني لو نستعرض بس الحالات هتلاقي ان الثلاث يعني 3 طرد في المباراه الاخيره، في المباراه اللي النادي الاهلي اتعثر لم يحصل المنافس عليه. فانت بتتكلم في اخطاء تحكيميه فجاه، يعني اخطاء تحكيميه صعبه قوي يا جماعه. صعبه ليه؟ ليه 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 دايما النادي الاهلي هو اللي بيتعرض في الفتره الاخيره في السنتين الاخر لاخطاء تحكيميه، لدرجه ان في بعض الانديه طلبت بالغاء فقره التحكيم
طب ليه هم طالبوا بالغاء فقره التحكيم؟ لان كل مره الاخطاء لصالح ضد الاهلي، ضد يعني لكل المنافس بتاع الاهلي ولصالح المنافسين، فالناس بدات تفكر لا انا الغي فقره التحكيم ده عشان خاطر ايه؟ الناس ما تبص وما تركزش مع اخطاء التحكيم، الناس فعلا الاخطاء. طب يا جماعه ده انا يعني استفدتوا ايه؟ يعني انا مش فاهم، لما توقعوا في النادي الاهلي بالشكل ده هتستفادوا ايه؟ ما النادي الاهلي ده النادي الوحيد بصراحه في مصر، مش بصراحه دي الحقيقه، اللي بيشرف لما بيلعب في دوري ابطال افريقيا، هو النادي الوحيد اللي بيشرف مصر. في انديه ما بتوصل يعني ما بتوصلش لدور الثمانيه ولا نص النهائي. كيف يفكر برضو، او هل من الصح ان احنا نقول 1 2 3 عشان يقدر يفكر فيهم الجمهور خلال لتقييمه للاعبين خلال الفتره الجايه؟ في اسباب كتير، مش منفعش نحط سبب واحد زي ما حضرتك قلت كده، في كذا سبب زي ما قلنا الاخطاء التحكيميه، في اخطاء فنيه. انا شايف انا بلوم بعض اللعيبه اللي هي مفروض كانت تاخد فرصه، انت خدت فرصه عمال تقول لي اديني فرصه اديني فرصه، اديك جات لك الفرصه وما استفدتش بيها. بعض اللعيبه بمنتهى الصراحه جات لها الفرصه وما تمسكتش بيها، مفيش روح، مفيش اللي هو يثبت لك ان انا عايز، ان انا عايز ادي، عايز ان انا بلعب في النادي الاهلي. في لعيبه تحولت لمجرد، بكل صراحه بعض اللعيبه تحولت من وجهه نظري انا شايف ان بعض اللعيبه تحولت الى موظف، ان انا بروح وباجي مفيش روح، مفيش شخصيه. دي بعض ده برضو من ضمن الاسباب، ان انا في بعض اللعيبه البدلة تحديدا اللي هي كانت محتاجه فرصه، وجودها في النادي لا كان لازم يكون افضل من كده يا كابتن اسلام، لكن ده واضح. وده واضح للناس كلها، ده واضح ودي من ضمن الاسباب. الحاجه الثانيه برضو انا شايف ان تغيير يعني الماتشات الكتير، المباريات الكتير، اللعب الكتير في العدد الكامل من المباريات دي، احنا تقريبا كل اسبوع بنحلل ماتشين، حد واربع او سبت وثلاث تقريبا. كل ماتشين، مفيش فرقه بتلعب كده، الفرق المنافسين كلهم بيلعبوا ماتش في الاسبوع ويأجلوا لهم ماتش ويعملوا لهم مش عارف ايه، يلعبوا ماتش في الاسبوع. ما برضو بص على المنافس يا جماعه، لما تيجوا تقيموا ما تظلموش النادي الاهلي، بصوا النادي الاهلي بيلعب في ماتشين في الاسبوع، عند الطرف الثاني الناس عماله تقول لك ماشي الطرف الثاني بس بيلعب ماتش في الاسبوع مريحين. ما عشان كده بيقول لك هو الزمالك ما بيتصابش منه لعيبه ليه؟ الناس كلها بتقول ملاحظين الموضوع ده، الزمالك ليه وبيراميدز ربنا يحمي كل اللعيبه يعني طبعا، ده مش عايزين اللعيبه تتصاب، ولكن ليه الاصابات بالشكل ده في النادي الاهلي؟ ليه الاصابات في ليه؟ لان النادي الاهلي بيلعب ماتشين في الاسبوع، بيلعب بصفه مستمره، فبيتم هلكه اجهاده بدني. وبالتالي لو شفنا جدول الاصابات بتاع النادي الاهلي اللي حضرتك استعرضته، ال 11 اصابه كلهم مزق اجهاد، ده نتيجه تتابع الماتشات، فده من ضمن الاسباب. يبقى اتكلمنا على الاخطاء التحكيميه، اتكلمنا ان في بعض اللعيبه محتاجه تكون افضل من كده الفتره الجايه وتراجع حساباتها عشان تكمل في النادي الاهلي. السبب الثالث الاصابات، بص حضرتك الاصابات كم مزق، احمد عبد القادر مزق، طاهر محمد طاهر مزق، صلاح محسن تم الاعلان ان هو اجهاد، احمد كوكا مزق، عمرو السوليه مزق، بيرسي تاو مزق، طبعا في عضله اماميه وفي عضله خلفيه، محمد شريف مزق، فكل ده مزق. المزق ده نتيجه الايه؟ مزق وشد الاجهاد، مزق وشد. الثلاثه الاخرانيين حسين وعمار واكرم ماشي، ده جراحه، واحد بيعمل جراحه والرباط الصليبي ده قضاء وقدر، حاجه من بتاعت ربنا. لكن الباقي مزق والاصابات دي، ده نتيجه ان انت بتهلك لعيبه النادي الاهلي، بيلعبوا دوري ابطال افريقيا، بيلعبوا كاس عالم للانديه. رغم كده احنا انت بتتكلم انت في اسوأ فتراتك، ولكن يا جماعه احنا وصلنا اخذنا برونزيه كاس العالم في يناير. اخي تخيل احنا عندنا جمهور عظيم جدا، بمعنى ان جمهورنا كريم، لما يعني انت لما بتوصل نهائي افريقيا 3 مرات واخدت 2 وخسرت الثالثه، او في اخر 6 سنين انت وصلت لنهائي افريقيا 5 مرات ولعبت وصلت ثالث عالم مرتين وخدت سوبر وخدت سوبر مرتين افريقي ومحلي، ومع ذلك الجمهور زعلان ان انت طبعا عشان دي تقاليد النادي، عشان دي تقاليد النادي اللي دايما احنا بنشتغل للنجاح. ونقطه مهمه جدا الناس ما بتفهمش، ان الناس بتشجع النادي الاهلي عشان بيكسب. بالظبط كده، ما حدش بيشجع النادي الاهلي عشان بيكسب، الناس بتشجع النادي الاهلي طول عمر. النادي الاهلي هو رمز للنجاح. يعني ايه رمز النجاح؟ ان انا اشتغل، حتى احنا بنقول مثلا كلمه روح الفانيلا الحمراء او بلاس 90، دي بتيجي من ايه؟ دي بتيجي ان انت عمال تشتغل 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 تشتغل، لما ربنا سبحانه وتعالى بيلاقي ان انت قدمت كل ما تستطيع فعله بيديلك من عنده، بيديك من عنده. زي كده جون ابو تريكه في الصفاقسي، بالظبط الكره في وجهه نظر، الكره دي ممكن تعيدها 1000 مره ممكن ما تخش، دي هتخش ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك. انت عارف تحديدا كره ابو تريكه لو عدتها 1000 مره هتخش 1001 لاسباب كتيره جدا. فاللي عايز اقوله بقى نقطه مهمه جدا يا كابتن اسلام، عشان الناس بتكلمنا، احنا بنتكلم على التحكيم كتير. في انا مؤمن تماما بقاعده في كره القدم
في بعض الاحيان كابتن سيف، في بعض الاحيان جيلكم مثلا، جيلكم راح لعب ماتش انيمبا في ابوجا 2005 1-0 جون 1-0 عماد متعب في ابوجا، كان حكم المباراه دي كيم لي شونج. تمام. والله يا جماعه اقسم لو اي حد غير كيم لي شونج، انا بقسم بالله، انا بقسم بالله في المباراه دي الشوط الثاني، الشوط الثاني مفيش اوفسايد اتحسب على انيمبا، اوفسايد في كوره الحضري كان واقف وراح ياخد الكوره اوفسايد، راح ياخدها واللعيب بتاع انيمبا سايبها، الحكم ما رفعش. لا زميله بيقول له العب 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 روح حتى جون. بس فرقه النادي الاهلي ساعتها من قوتها ومن جبروتها تستحمل ان هيبقى عندها قدامها اخطاء تحكيميه ولا يفرق معايا. اوكي، قوه الفريق يستحمل، يستحمل. بس لم نكن نتعرض لمثل هذا الاجهاد. لا ما معلش لا ما هعرف الحته دي. اتفضل. جيلكم كان يقدر في موسم مثلا 2004 2005 بيلعب دوري وبيلعب دوري ابطال وبيروح يلعب كاس العالم ساعتها كان في اليابان. في اليابان وساعه بيولوجيه وبعد كده اتعلمنا ورحنا قبليها بفتره تاني موسم قدرنا نلعب موسمين متتاليين. هم دول فعلا ليه؟ اللي كان فيه اعداد بدني. مزبوط. امتى بدات فعلا تقع بدنيا لو تفتكر؟ بعد المونديال، بعد المونديال الثاني مباراه الاسماعيلي 3-0 2007. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الفرقه ساعتها، وطبعا ايه انت بتتكلم قوام النادي الاهلي بيلعب منتخب مصر برضو يعني بيتاخد تصفيات كاس عالم وكاس امم، هم بالظبط كل الشله دي مع بعض بتلعب نادي وبتلعب منتخب. فدروا يستحملوا 3 سنين اوكي لغايه لما وقعوا. يبقى حاليا عشان بس الناس تفهم احنا ليه ساعات بنفرق. بس ايه؟ نعم؟ الاخر وقعت بس خلاص. ايوه ما انا جاي لك اهو. ما هي بالظبط، هي نسبه وتناسب اللي حضرتك بتقول ده، ده نسبه وتناسب. الوقت الحالي، في الوقت الحالي بكل امانه قوام النادي الاهلي وفي الفتره الاخيره ما يستحملش خطا تحكيمي. يعني انت لو ظلمتني في خطا واحد انا غصب عني لازم اقف عنده. ليه؟ لان انا ما اقدرش استحمل هذا الكم اخطاء تحكيميه وتقول لي نافس. ايام جوزيه اقدر يا باشا اعمل اللي انت عايزه. ليه؟ انا فارق الفرقه. بقول لحضرتك ماتش، والله انا فاكر الماتش ده مفيش اوفسايد بيتحسب. ايوه الراجل ما بيرفعش. انا يعني وكسبت 1-0 يعني على فكره. بس معلش عشان ما تظلمش الجيل ده، الجيل ده برضه بيلعب 17 مباراه، هو جيلهم بيلعب 14 مباراه، 14 فرقه في الدوري. صح، مش مختلف معاك. دي مهمه جدا. صح صح. يعني جيلهم نقطه رقميه للاجهاد. بس هضيف على حاجه ثانيه برضه. خلي بالك برضه يا ثابت ان احنا مثلا فتره ريني فايلر، فتره ريني فايلر اوكي، شفنا ما يشبه الفتره بتاع جوزيه اللي هي 2004 2005. شفنا ما يشبه نوع عد الفرقه كويس، بدا يمشي ويلعب باسلوب معين وبدا يسستم الفرقه بحيث ما كناش نعرف مين مهم. يعني جيرالدو كان ينزل يعمل نفس دور الجناح، كل الفرقه كانت تروس يعني بتشتغل في حته واحده. ربما مع بيتسو موسيماني كنا بنقول في افريقيا ممتاز جدا، كنا نقول كده في افريقيا ممتاز جدا بيتسو موسيماني عالمي. والحته وكمان خلي بالك بيتسو موسيماني كان يسافر افريقيا ما عندوش ازمه. ليه؟ متعود. متعود الحته بتاعته. المشكله كانت فين؟ المشكله كانت في الدوري المحلي. وعشان كده انا بكرر كلمتي تاني، نفس الموسم السنه اللي فاتت هو كوبي وبيست مع الاخطاء التحكيميه. فانا بس بقول للناس اللي بيسالوني يا كريم انت كل فقره بتقول يعني بتتكلموا على الاخطاء التحكيميه. لازم. لان الفريق ما يستحملش حاليا خطا تحكيمي. انا النهارده عايز حقي 100%. لو انا بلعب بنفس الستايل جوزيه او الفرقه بتاعه جوزيه بنفس فرقه ريني فايلر انا كسبت 17 4. لو انت ظلمتني في ماتش او ماتشين انا مش هفتكرها. ليه؟ انا فارق بجاب، انا عندي فرق 25 ولكن او 30 نقطه. كلامك مظبوط، ولكن عندما تتكرر يعني ايه؟ يعني انا هاجي كل شويه اضرب كريم، اضربك وامشي. انت ايه تقول طب هو اصله اسلام مش عارف ايه. صح. امشي وبعدين الثاني يوم اجي اضربك نفس الضربه وامشي، وبعدين تالت يوم اجي اضربك نفس الضربه. اخطاء متكرره وواضحه يا كريم. يعني ايه واضحه؟ أيوة. يعني لا تقبل الجدل. نعم. يعني الثلاثه طرد اللي اتكلم فيهم احمد ثابت، هل دول يقبلوا الجدل؟ يعني هل ممكن حضرتك لو جبت واحد زملكاوي، لو جبت واحد بيشجع بيراميدز، لو جبت واحد بيشجع سموحه، لو جبت واحد بيشجع الاتحاد وسالته الثلاثه طرد دول يتحسبوا ولا لا؟ يقول لك ما فهمش كلام. هو الاكثر من كده يا كابتن اسلام عشان برضه هقولها ويعني لا قول اللي انت عايزه. خلصنا اللي في ضمرنا. الكوره بتاعه حمدي فتحي مع امير عابد، والله بكل امانه بجد والله، الكوره دي المخرج لما عادها، طالما المخرج عادها مليون في الميه، مليون في الميه اتعادت قدام حكام الفار بكل امانه.
واحنا متعودين القانون واضح، التاكلينج في الكوره ولمست اصبه الرجل باصبه الرجل خلاص وهي ثابته خلاص، او لا يعني اصبه في اصبه خلاص ده تلامس، لا بتعدي اصبه في اصبه عادي، اصبه في فخد تلامس مفيش مشكله بتحصل، ان احنا برضو احنا بنلعب كوره استرزات في انما بنتكلم استرزات في اصبه بنقف وبنقول للحكم ما تطردوش اهو اهي، ما بنقولوش تطرده، بنقول له لو سمحت الكوره دي فيها امكانيه وجود كارت احمر، لو سمحت روح شوفها يا راجل أهي. كارت احمر امكانيه. طب هسعى كمان سؤال حاجه ثانيه، يا نهار ابيض، كم برنامج يا كابتن اسلام من السنه اللي فاتت من ساعه دخول الفار مصر، كم برنامج تلفزيوني وديجيتال في مصر بيتكلم على تحذير الحكام من الاخطاء في المباريات؟ كتير قوي، كتير جدا صح؟ بالعقل كده والله بالعقل، يعني نفكر مع بعض، انا حكم فار اتخذت مثلا في ماتش بكره واللقطه دي، اللقطه دي انا لا هطلع بطل ولا هتكلم على لقطه الجون ولا هتكلم، مع اني يعني مختلف، انا شايف الجون جون بس ما علينا، انا برضه هنتكلم على اللقطه دي عشان ما ننسرش الجدل، اللقطه دي انا شفتها قدامي، بالله عليك يا حكم الفار بالله عليك ازاي ازاي ما شكيت، لا مش قلت له اطرده، ما بقولش اقول لك قول له اطرده، ما شكتش للحكم، ما شكتش ازاي ما شكتش انك تقول له، الا اذا الا اذا كنت انت شايف ان المباراه محتاجه تمشي 11 ضد 11. لا ده كلام مش تاني اهو، مش حقيقي، لا انا بقول لحضرتك اهو، لا كلام ما يصحش، ده ماشي سوري مش حقيقي، ما يصحش، انا ما اعرفش، ما دخلتش جوه نيته، تمام يبقى احنا النهارده الطبيعي بعد هذا الكم من التحذيرات والبرامج والتدريبات اللجنه الحكام قالت ان هي عودت حكام عاليه، كوره زي اللقطه اللي احنا بنشوفها دي ببساطه اي حد لو جبناه يعني بيحب الكوره من على القهوه هيقول لك يا خبر ابيض ده ممكن يبطل كوره، فاكيد اكيد المختص هيبقى فاهم، شاف الحاله دي مليون مره قبل كده في التدريبات بتاعته وفي الكورسات وفي الحاجات، فده النقطه اللي انا عايز اقولها للناس، ان بكل امانه النادي الاهلي حاليا بظروفنا بكل الظروف اللي احنا مرينا بيها من في المواسم الاخيره كورونا وكل حاجه، وحتى ايفن لو خسرنا، لو ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر لنا ان احنا نكسب الدوري السنه لاي سبب إن كان، احنا بنحترم الخساره ومعرضين للخساره، والنادي الاهلي مش بيكسب، لا ممكن نخسر طبعا، لكن هنفضل نلعب لاخر دقيقه وهنفضل نحلل الامور عشان نبقى احسن، ونتمنى ان شاء الله باذن واحد احد ان كل واحد من منظومه النادي الاهلي يعمل دور، لان دي لعبه جماعيه، في اللعبه الفرديه بس مثل اخير، في اللعبه الفرديه يا جماعه، في اللعبه الفرديه كريم بقاله ساعه بيقول لك انا اسف والله، اسف والله معلش انا متحمس والله النهارده، انا اسف في اللعبه الفرديه يا كابتن اسلام، لو اللعيب اتصاب، لعيب اتصاب ممكن النادي كله يخسر، لعيب واحد، هي لعبه فرديه كده صح، اللعبه الجماعيه هو اساس الرياضي صحته صح، لو انت النهارده اللاعب ده مش واقف على رجله، انا بجد عمرو السوليه مثلا تعرض لانتقادات فنيه، طب ما هو انت كجمهور انت مش عارف هو عنده جواه ايه، يعني انت مش قادر يشيل ده يا عيني وهو بيعمل الباك باس، صدقني يا كريم اتفضل اسالني انا في مثل هذه الامور، طبعا مش انا يعني اسلام، اي لعيب كوره يعني مش اسلام، اي لعيب كوره في الدنيا اساله لما بتبقى تعبان ذهنيا وعضليا وذهنيا يؤثر على عضليا بشكل كبير جدا، خصوصا ان انا عندي بيت وعندي عيله وعندي مراتي وعندي عيالي وعايزه مشاكل البيت كل الناس عندها، ما فيش حد ما عندوش صح، وكل الدنيا ماشيه بهذا الشكل، وبالتالي لما افكر او لما التركيز بتاعي يقل مليون في الميه هيجي لي اصابه عضليه. هنكمل كلامنا ولكن في اطار الملفات اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها وتخصيص الملفات، نعم النهارده كان هناك اجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي، نعم خلينا نروح نشوف اهم القرارات اللي تم اتخاذها في اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي النهارده، وبعد هذه القرارات نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل مع كريم سعيد واحمد ثابت. هذه تحية لكم مشاهدينا الكرام اينما كنتم وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، نستعرض مع حضراتكم في هذه الدقائق اهم وابرز قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي الذي انعقد بكامل هيئته اليوم وبرئاسة الكابتن محمود الخطيب في مقر النادي الأهلي بالجزيرة الثلاثاء 2 أغسطس. المجلس الحقيقة في البداية رحب بشركة الأهلي لكرة القدم التي حضر أعضائها جميعا هذا الاجتماع، اجتماع مشترك الحقيقة برئاسة السيد ياسين منصور ومعه الدكتور مصطفى مراد فهمي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والكابتن علاء عبد الصادق عضو المجلس
وايضا السيد عمرو شاهين المدير التنفيذي لشركه الاهلي لكره القدم. في البدايه بعد ان رحب الكابتن محمود الخطيب بجميع الحضور، تم استعراض الحقيقه الموقف المتعلق بشركة الأهلي لكرة القدم ومسؤوليتها تجاه الفريق الأول لكرة القدم وكل ما يتعلق بشؤون كرة القدم. وفي البداية وافق المجلس بإجماع الآراء، مجلس إدارة النادي الأهلي بإجماع الآراء على تفويض الكابتن محمود الخطيب ممثلا عن الجمعية العمومية للشركة وممثلا لمجلس إدارة النادي الأهلي أيضا في التنسيق بين الشركة والنادي الأهلي، التنسيق الكامل في كل ما يتصل بجوانب إدارة شؤون كرة القدم. ثم استعرض الحقيقة استعرضت الشركة السياسات التي ستتبعها شركة كرة القدم فيما يتعلق بخصوص تسويق وبيع حقوق الرعاية والبث التلفزيوني، وكذلك آليات التي ستتبع أو الآليات التي ستتبعها الشركة في التعاقد مع الشركات أو الشركة العالمية الموردة للملابس الرياضية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، وهي واحدة من كبريات الشركات العالمية، وأيضا رسوم الترخيص باستخدام العلامة التجارية للفريق الأول لكرة القدم، ملابس الفريق الأول لكرة القدم. ثالثا، تم اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لشركة الأهلي لكرة القدم، خاصة فيما يتعلق بإدارة الشركة والتوصيف الوظيفي الكامل لكل عناصر الشركة وهيكلها التنظيمي. أربعة، تم استعراض السياسات التي ستستخدمها شركة الأهلي لكرة القدم وتوقعاتها أيضا بشأن التدفقات المالية خلال الفترة من 2022 إلى 2025. كذلك استعرض المجلس في اجتماعه مع شركة الأهلي لكرة القدم العلامة التجارية اللي هي الشعار الخاص بالفريق الأول لكرة القدم، وكذا قطاع الناشئين وأكاديمية كرة القدم، وأيضا أكاديمية كرة القدم للسيدات، وقد اعتمد المجلس هذه الشعارات في جلسة اليوم. سادسا، الحقيقة أنه الشركة عرضت كافة التحاليل المالية والبيانات المتعلقة بنشاط كرة القدم خلال الفترة من 2017 حتى 2022. هذه البيانات وهذه المعلومات كانت لدى الشركة من حوالي 6 أشهر وكانت تقوم بدراستها. في هذه الجلسة عرضت الشركة التحليل الكامل لكافة البيانات المالية المتعلقة بنشاط كرة القدم خلال هذه الفترة ال5 سنوات الماضية من 2017 حتى 2022 وما يرتبط بها من عقود تجارية، وقدمت يعني تحليل كامل لكافة الجوانب المالية المتعلقة بالشركة. وقرر المجلس في هذا الإطار أن تتولى الشركة المسؤولية كاملة بمجرد الانتهاء من الموسم الرياضي الحالي ومطلع الموسم الرياضي القادم. مفروض أن هذا الموسم ينتهي في 31/8/2022 واستلام جميع الجوانب المتعلقة بنشاط كرة القدم، وكذا ودي نقطة مهمة اتخاذ ما يلزم من إجراءات اتجاه إنجاز جميع العقود التجارية للموسم الجديد والعقود التسويقية أيضا. كل ما يتعلق بالعقود التجارية والتسويقية أصبح مهمة شركة الأهلي لكرة القدم، وستبدأ في اتخاذ الإجراءات الخاصة بإنجاز هذه العقود خلال الأيام القليلة المقبلة ومع بداية الموسم الرياضي المقبل إن شاء الله. سابعا، تم تكليف السيد عمرو شاهين المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم بحضور الكونجرس الخاص بالكاف والمقرر انعقاده في دولة تنزانيا خلال الفترة من 9 إلى 11 أغسطس الجاري، والمتعلق بإجراءات دوري السوبر الجديد، دوري السوبر الأفريقي الجديد المزمع إطلاقه الحقيقة والنسخة الجديدة منه. عمرو شاهين يمثل النادي الأهلي في هذا الاجتماع. أيضا وفي خبر مهم وأخير وفي إطار الحقيقة التحضيرات التي تجري على قدم وساق، اعتمد المجلس مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم الجوانب المتعلقة بهذه التحضيرات والمخصصات المالية المتعلقة بتجهيزات الأثاث والفرش
لفرع القاهرة الجديدة، الفرع الرابع للنادي الأهلي اللي هيكون موجود في منطقة التجمع بمدينة القاهرة الجديدة، وأيضا الأثاثات الخارجية في الحدائق وخلافه ومنطقة حدائق وملاعب الأطفال، وفي اهتمام كبير بها جدا. وكذلك كلف المجلس الاستشاري الهندسي للفرع الرابع بالقاهرة الجديدة صبور للبدء في تشكيل لجان الاستلام، وعلى الفور الحقيقة اللجان بتعمل ليل نهار من أجل استلام هذا المشروع خلال يعني أيام قليلة. وقد بلغت استثمارات إنشاء الفرع الجديد للنادي الأهلي في القاهرة الجديدة ما يقرب من مليار و600 مليون جنيه. من ضمن هذا المبلغ وهذه الاستثمارات قيمة الأرض اللي قام مجلس إدارة النادي الأهلي بسداد النسبة الأكبر منها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وده اللي يفسر الحقيقة يعني هذا المبلغ الكبير اللي تم استثماره. لكن اللافت والشاهد أنه تم إنشاء هذا الفرع الحقيقة طبقا لأحدث النظم والمعايير المتعلقة بإنشاءات الأندية الرياضية والاجتماعية، وعلى كل أهلاوي أن يفخر بهكذا فرع، هو مفخرة بالفعل تمثل إنشاء رياضي واجتماعي فريد ومتميز، من حق عائلة النادي الأهلي وأعضاء الأهلي جميعا أن يفخروا به. إن شاء الله قريبا يعلن عن الافتتاح، ونحتفل ونهنئ أيضا أعضاء عائلة النادي الأهلي الجدد المنضمين لعضوية النادي الأهلي، واللي هيرتادوا هذا الفرع في هذه المنطقة الساحرة بالقاهرة الجديدة بمنطقة التجمع الخامس قريبا إن شاء الله. كل الشكر لحضراتكم، دائما يبقى النادي الأهلي في المقدمة، ومصر هي الوطن والملاذ وهي المظلة التي تجمعنا. شكرا لحضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. احمد، خليني اسالك عن اهم مكاسب دوري السوبر الافريقي. دوري السوبر الافريقي ده هيبقى مستحدث طبعا من السنه اللي هي من اغسطس 2023. أوكي. يعني دي اخر سنه، والسنه الجايه هتبقى دوري السوبر الافريقي. أوكي. طبعا مكاسب ماديه كبيره جدا، يعني البطل هياخد 11 مليون و600 الف دولار امريكي، وهو الاجتماع هيبقى في يوم من يوم 9 ليوم 11. لسه شايفين في القرارات ان المهندس عمرو شاهين هو اللي هيروح يحضر ممثل على النادي الاهلي. طبعا 11 مليون و600 الف دولار ده رقم كبير قوي ان البطل هياخد البطوله ديت، يعني ياخد الرقم ده كبير قوي. فطبعا كل الانديه الكبيره هتتجه الى البطوله دي. المفاجاه ان الكونفدراليه هتبقى اقوى من دوري ابطال افريقيا، هتبقى اكثر اهميه مش اقوى، يعني الكونفدراليه هيبقى ليها ربط بدوري السوبر الافريقي عن دوري الابطال. دوري الابطال يعتبر هيموتوه، هيعتبر على يمشي على النظام القديم اللي هو خروج المغلوب على طول، فهيموتوه، يعني مش هيبقى ليه قيمه زي دوري السوبر الافريقي اللي هو قيمته 11 مليون. طبعا دوري السوبر الافريقي ده هيتقسم، هيبقى 24 فريق عشان الناس برضو تكون فيها، 24 نادي. ال 24 نادي دول هيبقوا متقسمين من 3 مناطق. يمكن النهارده يلا كوره الزميل الاعلامي محمد سعيد هو اللي انفرد بالخبر ده، ان هم هيتقسموا 3 مناطق، وسط افريقيا وغرب افريقيا، وبرضو يعني الاثنين وسط افريقيا وشمال افريقيا. شمال افريقيا دي اللي هي فيها مصر وتونس والجزائر والمغرب، دول هيلعبوا مع بعض. 24 نادي يتقسموا 3 8 و8 و8، وبعد كده يصعد كام؟ يصعد 5 من كل مجموعه، 5 × 3 = 15، واحسن سادس فيهم يبقوا 16 نادي. وبالتالي المجموعه، حتى الناس اللي بتتكلم ان يبقى مجموعه واحده قويه ومجموعتين ضعاف، المجموعه القويه دي هيصعد منها 6، يعني مثلا هيبقى فيها مثلا الاهلي، الزمالك، الوداد، الترجي، يعني 6 فرق، والست فرق قويه، وصن داونز مثلا، بس صن داونز هيبقى هناك، صن داونز تحت، هيبقى تبع الشمال، يعني اهلي وزمالك وداد. صن داونز هيبقى تبع الشمال؟ هيبقى لا، تبع الوسط بتاع افريقيا. الوسط احنا هنا هيبقى اهلي وزمالك وترجي ووداد وشباب بلوزداد مثلا وفاق سطيف، دول مثلا السته اللي هم هيبقوا يعني من الثمانيه. طب والصفاقسي ولا النجم الساحلي؟ الصفاقسي طبعا والنجم الساحلي على حسب يعني الفرق. الكوتا احنا خدنا 9 10. لا هي الكوتا المغرب ليها 3، يعني الكوتا هي مفروض يعني المغرب حسب البطوله دي ليها 3، ليها 3 ليها بقيه الدول ليها 2. يعني المغرب المغرب المنتخب على حسب برضو التصنيف، ان الانديه المغرب ليها ميزه ان هي تصنيفها في الثلاث في التصنيف بتاعها اعلى تقييم في اخر 5 سنين، فحاطين الوداد والرجاء ونهضه بركان، دول هيبقوا موجودين في البطوله. فطبعا بعد ما يخلصوا نهضة بركان ده نهضة بركان تحديدا ابن صاحب المحل، ده معاه فلازم معاه الواسطه الكبيره، لازم نحط التقييم. بعد كده يبقوا 16 هيبقوا ذهاب واياب، وبعد كده تفضل بقى نمشي زي ما احنا ماشيين كده مثلا في دوري ابطال افريقيا، وبعد كده يحددوا برضو النهائي على ملعب محايد من ماتش واحد.
للاسف يعني. ملعب محايد من ماتش واحد زي ما كنا دايما بنطالب فيه المباريات دي. فطبعا الاخير من كل مجموعه يعني اللي هم ثلاث مجاميع كل مجموعه فيها ثمان فرق، الاخير هينزل للكونفدراليه، وبطل كل مجموعه في الكونفدراليه هيتاهل هو للسوبر الافريقي. اوكي فاهم، زي موضوع دوري الامم الاوروبيه بالظبط نفس الفكره. فعشان كده الكونفدراليه هتبقى اكثر اهميه من دوري الابطال. ليه؟ لانها هتتربط بدوري السوبر الافريقي، لكن دوري الابطال خلصوا عليه يعني. خلصوا عليه بقى، في حد هيشترك في دوري الابطال كده؟ هيبقى في الفرق اللي مش هتبقى مثلا لو اهلي وزمالك راحوا السوبر هياخدوا الفرق الثانيه اللي بعدها يودوا الكونفدراليه. فده هيعمل عدد كبير من الانديه تلعب في أفريقيا. هتلعب في افريقيا يعني حوالي اثنين مثلا في دوري السوبر، وواحد او اثنين في دوري الابطال، واثنين في الكونفدراليه، يعني في ست فرق في مصر. دوري الابطال هياخدوه على اساس ايه التقييم؟ التقييم برضه على حسب التصنيف، هيبقى بالتصنيف، والفرق اللي راحت السوبر هتروح خلاص السوبر الافريقي. فاهم؟ يعني بواقي زي ما بيحصل دلوقتي. بتعمل ايه كويس؟ لا يعني ما اعتقدش ان اصل كده يعني مثلا في مصر يبقى في ست فرق تلعب في افريقيا؟ ست فرق. ست فرق؟ زي دوري، ما هو انت عندك في اوروبا دلوقتي يا كابتن اسلام دوري ابطال اوروبا، وعندك اليوروبا ليج، وعندك اللي هو الدوري كاس المؤتمرات. يعني انت عندك ثلاث بطولات، والانديه دلوقتي بتشترك يعني الدوريات في اوروبا. ده مثلا الدوري الانجليزي اعتقد احنا بنتكلم من المركز الاول تقريبا لغايه المركز السابع او الثامن بيلعبوا اوروبيا، لغايه السادس. لا لغايه الثامن. ما هو انت عندك اليوروبا ليج، وعندك دوري المؤتمرات ده يعني ممكن السابع والثامن. عندك اول اربعه زي الكونفدراليه كده، او زي دوري ابطال اوروبا بيروحوا اول اربعه، بعد كده اثنين بيروحوا دوري اليوروبا ليج، بعد كده دوري المؤتمرات. فبالتالي هو بيحاول ان هو يخلي الانديه تشترك اكتر، ما تبقاش انت بتسمع اسماء معينه. وحلوه برضو حته ان احنا كان عندنا تخوف بصراحه من مساله ان انت هتلاعب شمال افريقيا كلهم مع بعض وهم الجامدين. فكره انك تاخد سته من ثمانيه مش وحشه، مش قصه يعني، مش وحشه يعني، مش وحشه، وده الطبيعي بصراحه. طيب هنكمل كلامنا مع حضراتكم، وهنروح لفقره التكتيك. فقره التكتيك زي ما حضراتكم عارفين هنشوف ايه اللي هيحصل في مباراه بكره ان شاء الله الاهلي وفاركو خلال الشاشه مع كريم سعيد واحمد ثابت، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، ننطلق الان الى فقره التكتيك. اتفضل يا كريم. اتفضل. اول حاجه هنتكلم عليها على طول التحضير البطيء بتاع لعيبه النادي الاهلي في مباراه المقاولين، وده كان احد العيوب الموجوده. فنبص كده في بطء في الريتم في تحضير الهجمه من التحول للدفاع للهجوم، فاحنا حاسبين جايبين هجمه وحاسبين الوقت في عدد التمريرات، بطء طبعا في التحضير. لازم يكون بكره الاداء او المباريات الجايه لازم يكون يا جماعه في اسرع شويه في التحضير الهجمه، يكون الريتم اسرع من كده. بص كل ده لسه ما بنبني هجمه وعدينا اهو بنكمل 17 ثانيه 18 ثانيه لسه اللعيبه بتفكر. لازم يكون في اسرع من كده شويه في تحضير الهجمه دايما، وسرعه التحول خاصه ان انت بقيت بتلعب فرق كلها متكتله دفاعيا، فهتفرق معاك سرعه التحول من الدفاع للهجوم وسرعه الريتم في تحضير الهجمه من الخلف. بالظبط 32 ثانيه عشان لسه نبني الهجمه. فدي كده كليب بيوضح ازاي لعيبه النادي الاهلي عندها بطء في تحضير الهجمه. برضه يا كابتن اسلام الكره الثانيه اللي لينا في المباريات واضح ان هي فيها ازمه، ما زال النادي الاهلي في موضوع الكره الثانيه اللي بنتكلم عليها كتير. نحن بنلعب قدام فرق بتلعب بيه دفاع زون ديفنس وعندهم تكتل دفاع كبير، فلازم يبقى عندنا لعيب دايما بيفكر ان انا وانا بعمل الكره الطوليه لازم 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 اتواجد في المنطقه اللي ممكن الكره تنزل فيها، وبالتالي الكره الثانيه واحده من النقط المهمه جدا جدا وانت بتلعب كرات طوليه. طالما قررت تلعب كرات طوليه يبقى لازم تبقى معرف اللعيبه، واعتقد طبعا اللعيبه مرت بحاجات كتيره من دي، ولكن بس ممكن عشان تاني احنا بنتكلم على الاجهاد الذهني والاجهاد البدني، فاحنا بس بنحاول نشير لبعض النقط اللي ان شاء الله يتم تداركها خلال المباريات القادمه بدايه من مباراه فاركو باذن الله بكره. اتفضل. نكمل من احد العيوب برضو الموجوده الضربات الثابته. صراحه بقى لنا احنا جالنا ضربات ثابته كتير قوي وما بنجيبش منها اهداف، دي نقطه مهمه. خلي بالك في ظل اللي بيحصل كمان وفي ظل حاله الاجهاد اللي موجوده اعتقد الضربات الثابته من المفروض حل مهم جدا. حل مهم. بص حضرتك هنا كريم فؤاد بيحاول يشاور لهم نفسي نغير حتى قفشه. قفشه كان بيجيب ضربات ثابته في بيراميدز وهو كان شايط واحده، يا قفشه كان شايط واحده. جه النادي الاهلي ما اعرفش الضربات الثابته يا جماعه مهمه قوي، مهمه قوي. هنا من قناه الاهلي بنطالب بحته الضربات الثابته دي لازم تتحسن في الفتره الجايه للنادي الاهلي ان شاء الله، ونسيب اوبشنز. يعني انا مثلا انا جربت اثنين وربنا ما وفقنيش، ممكن اسيب زميلي يجرب بحيث ربما يكون
التوفيق محل. فبرضه واحده من النقط المهمه جدا كابتن اسلام ضغط المنافسين على النادي الاهلي بقى واضح جدا. النادي الاهلي لما بيتضغط بهاي بريشر او ضغط عالي بيبقى فيه مشكله في الخروج بالكوره. نشوف مثلا هنا رمي التماس للنادي الاهلي من الشوط الاول لعيبه نادي المقاولين كابتن محمد عوده اللي استقال منذ قليل من تدريب نادي المقاولين. وانا اسف يا كريم، ما هو بس هو ده اللي انا كنت دايما بقوله. يعني انا لما اتكلمت عن مباراه بيراميدز الحقيقه يعني والناس كلها قالت لي اصل انت بتتكلم عن بيراميدز يعني هو بيراميدز هيفوت، ما بتكلمش على تفويت والكلام الفاضي اللي بيحصل او بيتقال ده. طبعا الكلام ده لا يصح، لان انا لما باجي اتكلم بتكلم على لعيبه كانوا في يوم من الايام زملائي او هيبقوا، انا كنت في يوم من الايام مكانهم يعني حتى لو ما اعرفهمش انا كنت في يوم من الايام مكانهم. ولكن هو ده اللي انا بقوله، يعني استقاله محمد عوده لان النهارده اداء نادي المقاولين العرب امام فيوتشر بعد الاداء العظيم اللي عملوه قدام النادي الاهلي النهارده اداء مختلف تماما، اقل من الناحيه الفنيه، اقل من الناحيه الخططيه، اقل من الناحيه القتاليه، وبالتالي استقال محمد عوده. نعم ده قدر الكبير يا كابتن اسلام حضرتك، يعني هو ده اللي انا بقوله قدر الكبير النادي الاهلي ان كل الفرق بتلعب قدامه بحماس وروح واندفاع باكتر 100 مره من اي فريق تاني لانه بيبقى عايز يثبت نفسه. بالظبط، ونكمل اللعبه ونشوف ان النادي المقاولين عمل ضغط عالي على النادي الاهلي وبالتالي اجبرنا ان احنا نرجع بالكوره للخلف ونبدا نعيد التدوير الكوره من الاول. وطبعا شوف حاجه مش عارفين نخرج بالكوره، فواحده من النقط اللي احنا عايزين نركز عليها ازاي نخرج بالكوره في الضغط العالي. وانا عارف طبعا 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 بعض برضه الامانه النقط دي محتاجه ان اللعيبه تبقى ذهنيا وبدنيا في افضل حالتها. تعالى نشوف لعبه ضربه الجزاء هنا، دي مش لعبه ضربه جزاء، هنسميها لعبه ضربتين جزاء. ايوه بص الحكم نفسه حكم الفار كان فين في اللعبه دي. بص ده اللعبه دي فيها ضربتين جزاء، يعني دي اول واحده هنرجع واحده وقف ثواني، دي اول ضربه جزاء يعني اللعبه فيها ضربتين مش ضربه واحده. دي شد واضح جدا مفيش كومبو. حاجه كومبو. بص واحده ثانيه اهي لعبه فيها ضربتين جزاء يا جماعه، ضربتين جزاء والحكم فين؟ يعني بص مكان الحكم فين؟ واقف وشايفها وحكم الفار عامل مش شايفها، وفي الدقيقه 96 يا جماعه، يعني مش لو النادي الاهلي كان كسب كان زمانتنا وضعنا افضل في المنافسه. يعني ليه يبقى في لعبه بالشكل ده ضربتين جزاء للنادي الاهلي في لعبه واحده غير حاله طرد غير هي ضربه جزاء ما بيتمش قعدتها عشان اللعيبه دخلت اربع حالات تحكيميه غير الهدف المشكوك في صحته اللي هو الهدف اللي جابه النادي الاهلي اللي انا شايفه هدف صحيح كمان، خمس حالات تحكيميه في ماتش واحد كارثه. اخيرا بس كابتن اسلام بس انا عايز اقول حاجه قبل ما يعني ننهي الحلقه ان شاء الله، ان في عندنا نقطه انا شايف النقطه ايجابيه وهي منذ تحول سوارش للعب بطريقه 3 4 3 بدايه من الشوط الثاني قدام نادي الزمالك في مباراه الكاس، دي اول شوط اول وقت هو لعب فيه 3 4 3. اوكي لعبنا نادي الزمالك شوط كامل 3 4 3، لعبنا نادي الجونه ماتش 2 0، لعبنا نادي المقصه 1 0، ولعبنا نادي المقاولين ثلاث مباريات وشوط نادي الزمالك لم يتم تسجيل اي اهداف في مرمى النادي الاهلي خلال ثلاث مباريات وشوط. فانا عايز اقوله ان الطريقه دي وانا يعني مبسوط ان هو مكمل عليها من الطريقه دي مأمنانا دفاعيا. كل بس عايزين نعمله اتمنى هو يعني يقنع بيها اللعيبه، اذا قدرنا في الاشواط الاولى للمباريات نشيل الضغط اللي احنا عليه بهدف تقدم كل الضغط بيبدا يقل عليك بنسبه كبيره جدا. ليه؟ لانك بتجبر الدفاعات الفرق اللي قدامك ان هي تلعب مفتوح ان هو محتاج يتعادل. فانك تلاعب فريق بيلعب 4 2 3 1 في وقت مختلف تماما انك تلاعب فريق بيلعب 6 3 1 ومرصوص لك بخط الدفاع. ودي نقطه شبيهه لنقطه الاخطاء التحكيميه اللي هي ايه بالظبط؟ ان النادي الاهلي ما يستحملش برضو بدنيا في الوقت الحالي انه يكسر دفاع 6 3 1 لمده اكتر من 70 دقيقه، ده امر محتاج جهد بدني ان احنا بنلعب كم كرات عرضيه كتير قوي، وزي ما احمد قال برضو محتاجين نستغل الكرات الثابته. بس لو احنا كنا ربنا سبحانه وتعالى وفقنا في ركله الجزاء علي معلول في الشوط الاول كنا كان الشكل كان اختلف، لكن الحمد لله على كل شيء. الحمد لله على كل شيء. في الاخر برضو اقول ان احنا كلنا ثقه في النادي الاهلي في مجلس اداره النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب، كل الدعم للناس دي، الناس دي عندها من الخبرات
ما يكفي ان في ان هي تعرف تدير الازمه وتدير الموقف الموجود، عندها خبرات كبيره جدا. وشفنا قبل كده، وشفنا قبل كده زي ما حصل والناس وقفت قبل كده لما خسرنا الدوري تقريبا، وبعدين الناس وقفت. كانت الشهيره والقعده الشهيره للكابتن خطيب وهو مربع ايده وبيبص في مباراه سان داونز، مباراه سان داونز وقدرنا نرجع. فده النادي الاهلي، قدر النادي الاهلي ان انت بتيجي وقت الازمات بتحصل، طبيعي ان هيحصل لك. مفيش فريق بيكسب على طول. المانيا في 2014 في كاس العالم اللي بعدها خرجت من دور المجموعات، ريال مدريد بعد ما اخذ دوري ابطال اوروبا 3 مرات برضه حصل فيه نفس الكلام. فاحنا كامل الدعم لمجلس الاداره وكامل الدعم للنادي الاهلي كله، وجماهير النادي الاهلي كلها تقف ان شاء الله واقفه كلها ورا النادي الاهلي في الفتره دي. في الفتره دي بيبان فعلا معدن الناس اللي بتحب النادي الاهلي والناس اللي بتستغل العثرات في الفتره دي عشان تخلص بعض الحاجات الموجوده القديمه او بعض الرواسب. ففي النادي الاهلي، فاحنا في الفتره دي كلنا ان شاء الله ورا النادي الاهلي، ودايما بيقول لك كده في الهزيمه يزداد لك عشقا. في الهزيمه نزداد لك عشقا. لكن انا جات لي يعني حاجه غريبه جدا، وحاجه انا برضو معلش قبل بس ما اقفل الحلقه، لان دي برضو حاجه من ضمن الحاجات اللي كلنا بنتكلم فيها، والناس تطلع تقول اصل اسلام انت بتبرر سوء الاداء وبتبرر مش عارف ايه. بص حضرتك، وده تصريح على في الجول، جوزفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك بيقول ايه؟ لعبنا مباراة منذ 3 أيام وسنخوض أخرى في الجونة بعد 3 أيام، واللاعبون لا يتحملون هذا الضغط، والآن نتصدر المسابقة ومتبقي لنا 6 مباريات. هو مين اللي بيقول الكلام ده؟ مدرب نادي الزمالك، مش الأهلي، مش حد في الأهلي يعني. ماشي، بعدها على طول في الجول تأجيل مباراة الزمالك والمقصة بالجولة 30 للدوري المصري لمدة 1 لتقام 9 أغسطس بسبب إصلاحات في استاد القاهرة. عشان يعني إيه الكلام ده؟ أنا مش فاهم يعني إيه إصلاحات، إيه اللي في استاد القاهرة؟ هو الماتش هيتلعب في القاهرة ولا هيتلعب في حتة تانية؟ عشان هيرجعوا هيبقوا راجعين من الجونه وفرق 3 أيام، فعايز اخليها 4 أيام. الجردة يوم الجمعه عندهم، لا فرق 3 أيام فعايزين يزودوا اليوم. خلاصه الموضوع يومين، 3 أيام بالظبط. ما فرق، ما هو يوم الجمعه هيلعب ماتش في الجردة، ربما هيبات مش هيمشي بالليل، فهيمشي السبت، عايز يزود يوم، عايز يديهم يوم راحه. فده ملخص الموضوع يعني. انا بس بوري لجمهور النادي الاهلي هو ايه اللي بيحصل. انا بوري حضراتكم ان كل الناس بتشتكي من الاجهاد، وفي ناس لما بتقول ان انا مجهده احنا بقى لا بس مش كده يا كابتن سلام، لا فضل. اجل اليوم بس طالما ان انت النهارده في اخر اسابيع لا معلش اشتكي على اخر اليوم. لا طب النادي الاهلي كنت اجلت الدوري كله كريم اسبوعين عشان خاطر تريح لعيبه النادي الاهلي. انا عارف، انا فاهم ان هو هيقول كده. اجل يوم، اجل كله، هياجل يوم للناس كلها. ولكن طب انت، احنا بقى لنا قد ايه بنلعب كل يومين ماتش يا كريم؟ النادي الاهلي ما تزعلش مني يعني. النادي الاهلي بقاله منذ ان انتهت مباريات كاس العالم في الانديه وبعدها نهائي دوري الابطال مع الوداد وخسارتنا لنهائي دوري الابطال، انا مش متذكر ان في حد فينا ريح لمده يوم ولا حاجه. كل اسبوع تلعب ماتش واثنين وثلاث، ماتشين بالكثير يعني في الاسبوع ماشي. فهو ده اللي انا بقوله لك، ان انا من بعد نهايه دوري الابطال وحتى الان انا حضرتك لساني ده الدلدل علشان اقول يا جماعه احنا بقالنا كتير قوي بنلعب كل يومين وثلاثه ماتش. انت فاهم انا قصدي ايه ولا مش فاهم؟ صحيح صحيح صحيح. انا بتكلم اهو على المدير الفني نادي الزمالك، اللي هو نادي الزمالك ده اللي خرج من دور الثمانيه، يعني لا يعاني من اي اجهاد، وخد 40 يوم ولا 30 يوم 45 يوم في الاجازه الطويله. لا دور الثمانيه ايه؟ دور المجموعات. دور المجموعات انا اسف كمان. وبيقول لك اجهاد، فما بالك بالنادي الاهلي اللي بيلعب كل يومين وثلاثه؟ ولماذا يتم تنفيذ هذا الكلام واحنا بقالنا شهر ولا شهر ونص ولا يمكن اكتر منذ نهايه مباراه الوداد لغايه دلوقتي ما حدش بيقول حاجه؟ فهمت انا قصدي ايه ولا ما فهمتش؟ لا، وتاني يوم التصريح، هو تاني يوم التصريح، وعشان كده تاني، عشان يعني ايه تاني انا اخش في النوايا، انت اجلت يوم نادي الزمالك عشان تريح الفريق لانه عائد من الغردقه ومسافه طويله. لا كريم، انا مش بتكلم في ان هو عائد من مسافه، ما هو هياجل لك انت كمان يوم، بس هو ما اجلش غير كابتن اسلام بيتكلم. انت بتلعب في الشهر من 8 ل9 ماتشات، اكتر نادي في مصر وافريقيا بلعب ماتشات، مفيش نادي بيلعب 9 ماتشات في الشهر. هو في الشهر حد بيعمل كده في الدنيا؟ انت الشهر كل فرقه في العالم يا كريم بتلعب كده؟ مفيش. لا مفيش. ده الناس اتضغطت شويه، نادي الزمالك او غيره يعني اتضغط شويه
زائد طلع قال لك انا تعبت مش قادر. امال احنا اللي بقالنا يعني قد ايه من نهائي دوري الابطال ده كان يوم كام؟ نهائي دوري الابطال بقالنا شهرين مثلا 30/5 على ما اتذكر، ومن قبليها والله قول من نهائي دوري الابطال مش هقول لك من قبلها، من جانا المونديال لغايه دلوقتي المونديال بنلعب 3 ايام كل انت بتلعب في الشهر 8 او 9 ماتشات، امور غريبه جدا جدا بتحصل. وبعدين ما هو السؤال بقى، ما هو انا كمان بعد ما عرفت لو الاهلي ان شاء الله ربنا كرمنا وصلنا نهائي دوري نهائي الكاس هتلعب يوم 15/9 على ما اتذكر يعني. طيب الدوري هينتهي 30، يعني الناس ولا هتلحق تاخد اجازه اللي هي عارف عارف الاجازه اللي هي مش اجازه واجازه، وعندك سوبر وعندك سوبر في الشهر 10 مش هتعرف تاخد اسبوع مش هتعرف تاخد يعني هترجع اسبوع قبل الماتش فمش هتعرف كمان. فانا رايي طب ما خلاص كنت اجلت الماتشات دي كمان بقى واديت للناس براح كل 4 ايام ولا كل 5 ايام لغايه 15/9 15 10 حاجات يعني كان ممكن تجد حلول اخرى طالما كده كده الدوري او انا اسف الموسم مستمر ل 15/9. ما انت كده كده لو ربنا كرمك وكسبت مباراه المقصه في دور الثمانيه هتصل للدور قبل النهائي، لو ربنا كرمك في الدور قبل النهائي هتصل لكاس نهائي كاس نهائي كاس مصر. احنا 16 مش احنا 16 ماشي يا سيدي. المهم يعني لو خلصت هذه المباريات ووصلت للنهائي طب ما انت هتلعب لغايه 15/9 كان ايه المشكله بقى لما تعمل ترحل اسبوعين ترحل اسبوع ولا 10 ايام كمان بدل ما انت بتعمل يعني انت هتلعب في 9 ايام في 9 ايام هتلعب 4 مباريات طب ما تخليهم في 12 يوم والعب 4 مباريات اللي هي كل 3 ايام مباراه حرام ولا مش حرام؟ هو ده اللي انا بقوله طبعا مستحيل لكن انا مش قصدي ان هو هياجل ما هو لازم هياجل النادي طالما اجل الزمالك هياجل الاهلي وهياجل نعم حضرتك متاكد انا لو لا ده لو ما حصلتش بقى دي تبقى مش هتحصل انا بقول مش هتحصل مش هتحصل ازاي لا هيأجل طبعا انا مش طالع انا الحقيقه مش طالع بكره بس انا ممكن اطلع مخصوص بكره لو ما انا بقول حاجه اهو اهو ده خلي بالك احنا لغايه دلوقتي طبعا احنا بنتكلم بارقام المنافسه ما زالت موجوده في الدوري ما بين 3 انديه الزمالك وبيراميدز والاهلي دلوقتي انت اجلت يوم للمتصدر حلو بداعي وجود اصلاحات في الاستاد هذا الامر يؤكد مفيش يعني مفيش تكافؤ فرص خلاص انت اديت يوم راحه زياده لان هنا النهارده ممكن نادي بيراميدز لسه خسران والنادي الاهلي يقول لك لا ما هو برضو الاجهاد انك تلعب ماتش يوم الاثنين بدل يوم الثلاث كان ممكن يدي المساحه لنادي المقصه يعطله ممكن خصوصا كمان ان نادي مصر المقصه لسه خسران من الاهلي 1-0 يعني بالعافيه فطالما ان انت النهارده بترسي مبدا تكافؤ الفرص زي ما عدد المباريات المفروض اخر 3 اسابيع معاد الماتشات كلها كل واحد. في وقت واحد انت هنا اخرت يوم اليوم اللي انت اخرته لاي سبب إن كان طبعا انا عارف الرد اللي هيطلع يتقال يا جماعه اصل الاستاد فيه اصلاحات وديه استاد بيتروسبور ولا الكليه الحربيه لا 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 لا, 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 لا انا معاك لا انا معاك لا عندك 4 استادات لا النوايا صادقه والنوايا جميله كل حاجه وفي اصلاحات في الاستاد اوكي مفيش مشكله لازم بقى نادي بيراميدز من حقه انك تاخر له ماتش يوم والنادي الاهلي برضو تاخد له ماتش وتاخره له يوم وترجع من الاسبوع الجاي الدنيا تمشي ايه طبيعي ده الصح لكن ده مش ايه يا كريم ما خلص ده مش هيحصل انت بعد ايه بقى خلص عليك هو ده اللي انا بقوله ده بس هنلعب يا كابتن اسلام لسه لا لا نلعب في فرق دلوقتي المفروض منطقيا 5 نقط لا لسه نلعب انا مش بتكلم على انا بقول لك بعد ايه بعد انا بقالي شهرين بلعب كل يومين ماتش ولا كل 3 ايام ماتش كل 3 ايام بلعب ماتش وبلعب مع انديه كبيره امال احنا كنا بنتكلم في اول الحلقه على وحضراتكم اتكلمتوا على كميه الاصابات دي ليه؟ امال احنا كنا بنتكلم على ايه؟ امال احنا كنا بنتكلم على الاجهاد العام اللي بيمر بيه النادي الاهلي ليه؟ والمزق والكميه المزق اللي احنا كنا طلعناها دي طلعناها ليه؟ ما هو عشان الكلام اللي احنا بنقوله ان انت بتلعب كل يومين او 3 ماتش وهنا لما نادي الزمالك هنا بناء على الكلام بتاع فريرا ترجع تقول هذا الموضوع بهذا الشكل وفريرا بيتكلم صح على فكره هو فريرا بيتكلم صح فريرا بيتكلم من الناحيه الرياضيه لا ومن الناحيه الرياضيه بيتكلم صح ما هو نفس هو نفس الكلام واحد على اساس ان سواريش ما كانش بيتكلم على اساس ان موسيماني ما كانش بيتكلم صح لا يعني هما كل الناس دي شغاله والناس دي كلها عندها خبره في المجال عشان بس الناس تعرف ان احنا ما بنحطش يعني حجه او مبرر ولكن اللي انا عايز بس نقف عنده عشان الناس تركز فيه والناس ما تتوهش السؤال لجنه المسابقات هتأخر يوم للنادي الاهلي وهتأخر يوم لنادي بيراميدز من الاسبوع الجاي ولا لا؟ يعني احنا مثلا هنلعب يوم الاربع عندنا الاربع ماتش فاركو وعندنا مصر المقصه يوم الحد ده كاس السؤال هنا بقى الفتره دي
انت ممكن تقول للنادي الاهلي العب الكاس يوم الاثنين مثلا؟ هل ممكن بقى ماتش الدوري بعد الكاس في اعطاك ماتش دوري، هل هتاجله لي يوم عشان انا برضه اشم نفسي زي ما انت عملت للمنافس؟ حتى ايفل لو كان المبرر ما كانش من عنده كان اصلاحات في الاستاد. انا بصراحه بقول ده العدل، ولكن 99% ده مش هيحصل. خلينا ننتظر ونرى ماذا سيحدث خلال هذه الفتره. بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد، شكرا لوجودك معانا. شكرا جزيلا كريم. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. غدا ان شاء الله مباراه النادي الاهلي امام فاركو في تمام الساعه 9 قبل المباراه بساعتين ان شاء الله للاستوديو التحليلي في قناه النادي الاهلي هيكون مع حضراتكم على الهواء مباشره، والكابتن ايمن شوقي هيكون مع حضراتكم لنقل كل ما حدث قبل بدايه هذه المباراه الهامه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله اشوف حضراتكم قريب ان شاء الله.